مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من فن وهندسه. انا احمد عطا وبسعد بصحبه صديقي وزميلي العزيز محمد خليفه. اهلا بيك يا عطا، واهلا بكل مشاهدينا في قناه نادي الزمالك. النهارده طبعا عندنا الفقره فنيه عن مباراه مصر والكاميرون. قبل اي حاجه لازم، ده طبعا انجاز مهم جدا، ففي فقره فنيه مطوله عن مباراه مصر والكاميرون، ويجي برضو معانا فقره عن مباراه مصر والسنغال، ده نهائي افريقيا. في نفس الوقت بقى عندنا سؤال مهم جدا تجاوبونا عليه على السوشيال ميديا. طبعا 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 الحاجتين مهمين، الفوز بكاس الامم حاجه مهمه جدا وده فخر مصر التاريخي، والصعود لكاس العالم من امنيات منتخبنا، هيبقى الصعود الثاني على التوالي وحاجه مهمه جدا. ولكن اكيد برضو كل واحد عنده ايه حته كده، ايه اللي انت شايفه اكثر اهميه؟ يعني بما ان احنا هنقابل السنغال في النهائي وهنرجع نقابل السنغال تاني في مباراتين الوصول لكاس العالم، قول لنا وجهه نظرك. مليون الميه مليون الميه كل مصر ال 100 مليون عايزين الحاجتين، عايزين نصعد كاس العالم وعايزين نفوز بكاس الامم الافريقيه. بس الحته اللي جواك اللي شايفه ايه اهميه اكثر من اهميه، دي الفقره اللي هنقعد فيها انا وعطا، تبقى وجها لوجه، وهنكون حابين نشوف اقتراحاتكم وارائكم، إيه انتوا بتفضلوا ايه، وطبعا طبعا يا رب الاثنين. يعني لو احنا طبعا الموضوع بديهي جدا ان يا رب الاثنين يعني، لكن لو خيرت بين الاثنين يعني دايما حتى يعني تشيل حته، عارف انت خيرت، هو ايه الاهم؟ ايه الاهم؟ الاهم يعني بالنسبة. لو بتبدا تاكل كده عايز تاكل ايه في الاول؟ على رايك. بس انا شفت الناس اختلفت على فكره، وزمان كان الناس كبير مختلفه، لكن هنتناقش في الموضوع ده اكتر. لكن انا بقى لازم، بس انا عندي احساس كده اقول لك الناس انا لما نيجي نبدا الفقره هقول لك الناس مختاره ايه قبل ما نبدا الفقره، بس انا مش هقصر عليهم دلوقتي. رهان انت بتحاول تكسبها خليفه، لكن انت في رهان خسرته خالص بقى. يعني انت توقعت لنا منتخب نيجيريا في الفاينل، نيجيريا والمغرب، قلت لك السنغال هتكون موجوده، قلت لي ايه يا عم ما بتلعبش كويس، قلت لك السنغال دفاعها كويس. السنغال يعني ما كانتش، حتى لو هيش بتقدم افضل شيء في اغلب المباريات، كانت دفاع معقول. مثلا باستثناء مباراه زيمبابوي ما كانتش عاجبني خالص، مثلا مباراه زيمبابوي. لكن الناحيه الثانيه توقع خاب، توقع خاب، رغم ان احنا كنا يعني كنا على الورق بقول المغرب والسنغال، لانه في سيد افريقيا فعلا منتخب مصر، ايا كانت الحسابات ايا كانت التوقعات، موجود يحكم باحكامه زي ما بيقولوا. يعني منتخب مصر دايما موجود، وما دايما موجود في الصوره، حتى وان كانت البطولات في غرب افريقيا بتكون اغلب الوقت محجوزه للمنتخبات الغرب افريقيه، لكن الحمد لله منتخب مصر اسعدنا جميعا وتاهل لنهائي كاس امم افريقيه بعد الفوز على الكاميرون في عقر دارها، ودي مش حاجه سهله ابدا انت تفوز على الكاميرون، واحد من المنتخبات اللي ليها تقاليدها. لكن مصر اثبتت ان هي المنتخب ايه التقاليدي، هي المسيطره على الجميع. فعلا حاجه غير متوقعه وحاجه تسعدنا جميعا. عشان كده انا بصراحه بعتبر التوقع يعتبر صاب. انا قلت في النهايه اللي هيكسب من مصر والمغرب برضه هيوصل الفاينل، يعني انا ماشي خليفه يعني اقول السنغال حلو اكسب انا شويه عليك، بس ما اكسبش عموما وتاخد غلط في كاس الرابطه المحليه ده. لازم تفكرني، خلينا في كاس الامم احسن. لا، هو توقع منتخب مصر هو التوقع الذي خاب، ونحن سعدنا ان توقعنا خاب. طبعا منتخب مصر اللي ما بداش بافضل حالاته، ولكن ده التوقع بقى اللي احنا ايه كنا فرحانين جدا ان احنا ما كناش شايفينه. يعني فاهم انت تسعد بتسعد بنفسك، لا احنا كنا سعداء ان انت توقعنا المنتخب مصر ومسيرته في كاس الامم جاء عكسيا. يعني احنا ما توقعناش بعد دور المجموعات بتاع منتخب مصر ان هو يكمل في البطوله، خصوصا ان الطريق كان صعب جدا. انت بتقابل كوت ديفوار بعد اقصاء الجزائر، بتقابل الكاميرون، المغرب اللي عامله كانت عامله دور اول جميل جدا، بتقابل الكاميرون صاحبه الملعب والحضور الجماهيري والمسانده وكل حاجات تقاليد افريقيا المعروفه يعني. ورغم كده تجاوزت كل ده، فده يعني ده يدل على حاجه، بيدل على الشخصيه القويه جدا للفرق المصريه عموما ومنتخب مصر تحديدا. الشخصيه دي ظهرت يعني بكل اجمل باجمل تجلياتها في البطوله دي. استرجعنا تاني الروح اللي كانت موجوده في 2008 و2010 اللي هي مواجهات بره مصر وثقافه الفوز خارج مصر. لا، دي ثقافه بقت موجوده جدا في اللاعب المصري، ويعني بحيي جدا كل لعيبه منتخب مصر بره الفنيات. يعني الفنيات هنتكلم فيها، بس في حته الشخصيه هنتكلم في لعيبه صغيره جدا يعني بتلعب اول ماتشاتها الدوليه في اجواء صعبه جدا، وبتلاقيها نازله على رجليها. بتكلم على امام عاشور، لما احنا طبعا في قناه الزمالك، فتحيه لامام عاشور، ابو جبل اللي بينزل بديل، محمد عبد المنعم اللي لعب البطوله دي جاي من قاعد البدلاء على هوب مره باك يمين وما كانش موفق، بعدها ما ينزل في المساك يبقى الخيار الاساسي في دفاع منتخب مصر. رائع. عمر كمال عبد الواحد في الباك اليمين، احمد فتوح. احنا بنتكلم في ناس طبعا طبعا في منتخب مصر صلاح، بس انا بتكلم على اللعيبه اللي هي ما خاضتش خبرات دوليه كبيره بتنزل
بتنزل على رجليها 100%. مهند لاشين اول مباراه دوليه رسميه في حياته، يعني لعب في كاس العرب فترات صغيره، لا ينزل ضد الكاميرون في الكاميرون ويكون كويس جدا جدا. انت بتتكلم انا دي اللي انا بحييها في لعيبه منتخب مصر، يعني فكره البطوله اللي بتيجي من ان انت لاعب دكه مش بتشارك بشكل اساسي وما عندكش كم من الخبرات، يعني ساعات لعيب الدكه ده اما بينزل يعني بيبقى ايه عنده خبرات كده بيستدعيها والتقل، لا انت بتتكلم في لعيبه زيرو خبرات لا وبتظهر بشخصيه قويه جدا. انا مش بتكلم برضو يعني في ساعات انت بتتكلم مثلا سي مثلا لعيب في منتخب البرازيل نازل مع فريق اقل فتحس ان عنده عادي، دي النشاط اللي انا بجربه فيها. انما انا بتكلم على مصر بتلعب كوت ديفوار، مصر بتلعب المغرب، مصر بتلعب الكاميرون على ارضها، واللعيب بينزل شخصيه قويه ما بيرتكبش اخطاء ساذجه مش مرتبك، فكل التحيه للعيبه منتخب مصر على نقطه الشخصيه. قبل الفنيات بنتكلم على الفنيات هيبقى لها دور، واحمد عامل جهد بقى جايب لكم يعني ايه بوقف باللقطه وبالثانيه وكل حاجه، ولكن في نقطه الشخصيه، الشخصيه اللي هي الشخصيه المصريه. قبل ما اتكلم عن ده لعيب في جانب حس وطني كده بيبقى موجود عند الشخصيه المصريه بيستدعى في الاوقات الصعبه، ظهر بقوه في قتال في ثبات في ثقه في الانتصار. يعني لما بنشوف دايما اخواتنا في شمال افريقيا كل المسانده بيسندوها لينا، بس بيبقى في حته كده في التحليلات لما بييجوا يتكلموا في حته الاعجاب الشديد بشخصيه المصريه اللي هي مستمده من، يعني تحس كده ان هو بيتكلم عن شخصيه الانسان المصري يعني. فهي مصر. الحته دي يعني دي كانت في المقدمه لازم نتكلم عنها، وتحيه خاصه زي ما قلت على قد ما عندنا نجوم مميزين وخبرات ولعيبه لعبت زي صلاح النني تريزيجيه دي تاني بطوله كلام من ده، بس في لعيبه كانت اول بطوله اول مشاركه حتى ما فيش الخبرات مع الانديه. بتكلم محمد عبد المنعم ما فيش خبرات مع الانديه، امام عاشور ما لعبش مع الزمالك في افريقيا كتير على فكره، ده هو السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب مع الزمالك، ما فيش حتى الخبرات في الملاعب الافريقيه الكبيره. مهند لاشين انا بتكلم اللعيبه دي، عمر كمال انا بتكلم اللعيبه دي بالذات ان دي ده استدعى من الضل النار. لا خلي بالك بقى انت كل اللي انت بتتكلم عنه ده خليفه بتتكلم على الشخصيه، طبعا الشخصيه المصريه موجوده لكن شخصيه اللاعبين جزء مهم منها قوي مستمد من المدرب مليون المليون. فعلا تحسب للمدرب كارلوس كيروش هذا العدد الهائل من اللاعبين اللي كل مره يدخلوا ورجليهم على الارض ركبه مش بتشكشك يعني زي ما بيقولوا، فعلا كل لاعب من مصر عنده ثقه كبيره. انا بصراحه للحظه ما كنت قلقان يعني من التغييرات اللي بتحصل دي، لكن مفيش مره لاعب خذلني فعلا، كله ثابت في الملعب، كله بيأدي اقصى حاجه ممكنه. وبنرجع بقى نتكلم على كارلوس كيروش الراجل اللي تلقى انتقادات هائله يعني لفترات طويله، احنا انتقدناه في بعض الاحيان واحنا بنحلل فني. بص يا احمد ايوه هنضحك بقى معلش 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 احنا لما بننتقد في حته صغننه اللي هو ايه عملت حاجه فنيه، مفيش هنا ما تقالش على لساني وعلى لسانك ان كيروش مثلا سيء في المجمل او ان هو الكلام اللي بيتقال بقى اللي هو ناس بتركب ترندات وعايزه طبعا تعمل الحاجات دي، لا ده احنا كنا هنا وقلنا وعدنا ان الراجل ده بكم الخبرات اللي عنده بالسي في بتاعه بكم تجاربه يستحق انه لازم يكمل. انت اتكلمت على اللي انتقدوه وقلنا لازم يكمل لانه قادر على التصحيح كل حاجه. لا لا ده في ناس كانت بتتكلم على فكره ان احنا مستحملينه بس عشان الشرط الجزائي، دي كانت قصه يعني، ده احنا مستحملينكم انتوا يعني مش مستحملين كارلوس كيروش. كارلوس كيروش اللي فعلا قدم بطوله من بونزو بالذات من دور ال 16 امور بتختلف كبيره بشكل كبير جدا، الراجل بيقرا المباراه بشكل كويس قوي. وكنت بكلم خليفه كده في حاجه ان انا بعد ما شفت المباراه المره الثانيه بقى هنتكلم فني، في لقطات حسيت فيها ان التغيير فعلا اللعيب اللي كان قالل هو اللي بيتغير. الحاجه دي ممكن ما كنتش شفتها في المباراه يعني في المشاهده الاولى، لكن المشاهده الثانيه لا 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 الراجل ده عنده قدره انه يلاحظ اللاعب اللي ما عنده يعني. برده هو طبعا معاه مساعدين ومعاه محلل اداء ومعاه ارقام طول الوقت شغاله معاه اول باول عشان تنبهه، لكن فعلا واضحه جدا ان التغييرات في محلها بشكل كبير جدا، ودي حاجه كويسه، حاجه تحسب للمدرب طبعا الى حد كبير كارلوس كيروش اللي اعتقد انه كل الكلام دلوقتي عنه المفترض يخفت الى حد كبير، وكل الانتقادات اللي ظهرت في بعض الاحيان وتيشيرتات اتلبست ونجيب كذا ونجيب كذا عشان خاطر مدربين اخرين، لا هو الراجل هو ده رجل المرحله، وان شاء الله باذن الله حتى لو ما كسبناش البطوله وباذن الله نفوز بيها يبقى احنا عارفين ان احنا الخساره لان التفاصيل الصغيره بتحسم المباريات الكبيره، احنا كسبنا كوت ديفوار كسبنا المغرب كسبنا الكاميرون خسرنا من نيجيريا صحيح لكن كنا في طور تجارب واضح جدا، لكن ان شاء الله قدام السنغال ان احنا نفوز، ولو ما فزناش نبقى عارفين انه في الاخر احنا معانا مدرب يصلح حتى الان، دايما بقول حتى الان عشان احنا خاطر التقييم يبقى باستمرار، تقييم فيه تحديث، ما فيش حاجه اسمها ان انت كان رايك كذا وغيرته، لا عادي التغيير ده موجود سنه الحياه في كره القدم دايما بيكون موجود يا خليفه.
انا في نقطه بقى في كارلوس كيروش كمان اللي هو ايه بره الفنيات كمان، يعني دايما الفنيات مهمه وهنتكلم فيها ده برنامجنا، ولكن في حته في بره الفنيات اللي هو ممكن في ناس ممكن تنتقده فيها، اللي هو الحته بتاعه التعامل مع التحكيم. احنا لينا راي فيها، هو من المدرسه في مدرسه كده بتضغط على التحكيم ما بتسيبش الامر. يعني المدرسة البرتغالية أشهر مدربينها جوزيه مورينيو ما كانش من المدربين اللي بيقعد حاطط إيده على خده ومستني الحكم يعمل اللي هو عايزه، مش بيب، ولو إن بيب ساعات بنشوفه بيحتاج على التحكيم بس في أوقات قليلة. جوزيه مورينيو من المدربين مثلا اللي هو دايما ضاغط على التحكيم وبيعمل الحرب الكلامية والحاجات دي. وكان عندنا في الأهلي جوزيه كان نفس المدرسة. لا عزيزك من الشعر القليل مش بس مدرب برتغالي، أنت عندك كمان أليكس فيرجسون. أليكس فيرجسون كان بيحكي في مذكراته الخارجية بيقول لك إيه؟ بيقول لك انا لما كنت بشاور على التايم دي، معروف فرجي تايم والكلام ده، شاور الحكم، بيقول لك ما كنتش عارف وقتي اصلا. طول الوقت بعمل كده بس بحسس الحكم ان في حاجه كده، انا متابعك ومراقبك ومركز معاك. يمكن بس كيروش كان عاملها باداء تمثيل شويه لما نزل. لا ما هو في نقطه يعني بره تقييمنا هنتكلم فيها على بكاري جسامه وكل النقط دي، بس في كيروش اما في ساعات انت بتستدعي همم لعبتك. بمعنى تاني دي مباراه عصيبه، انت عايز لعبتك في قمه روحهم القتاليه واللعيبه مجهده، واحنا لعب 120 دقيقه في 120 دقيقه، فانت بيحول الامر شويه ان هو بيشيل هو الضغط اللي هو ايه، عارف انت ايه، الحرب دي موجوده هاخدها انا. ايوه انا اللي بقى الطرف، بحيث ان هو اللي يبقى بيتشاكل مع الحكم وبيضغط على الحكم واللعيبه تبقى بره المعركه دي شويه. بس ما كنتش عايزه يطير بقى، كنت عايزه يكمل فاينل، كنا محتاجينه فاينل، يعني كان ينوب عنه حد في الموضوع ده، يعني لو هو عايز خلاص ماشي بالاتيتيود ده صدر حد هو يعترض، حتى لو في حق يعني، مش اعتراض على الملعب بطل وخلاص، عشان خاطر احنا محتاجين كيروش في الملعب. انت هي في نقطه، طب خاصه ان مساعد المدرب الاجنبي معاه كان اوكي في اربع مباريات في مباراه المغرب، فهو دي بس اعتقد ان شاء الله يعني. ووجود المدير الفني، فاكر انت لما كنا بنتناقش عن ماتش تونس ونيجيريا، وانا قلت لك ساعتها ان غياب المدير الفني مش بيبقى مش زي غياب لاعب، على قد ما هو مهم وكده، بس التحضير ووجوده في المدرجات ووسائل الاتصال الحديثه والكلام ده يقدر يقود الماتش بكل قوه. النقطه اللي انا بتكلم فيها بس يعني ان هو اختار ان الحرب كلها تبقى معاه هو، ده تجنيبا للعيبه. وفي نفس الوقت هو انا بتعامل دايما مع الاوروبيين شويه، هي الحته بتاعت ايه التحكيم في افريقيا ليه تقاليده شويه، احنا ايه، احنا اولاد قاره افريقيا، عارفين دايما ان صاحب الارض ليه كوتا كده، واستفدنا منها واحنا اصحاب الارض، واتضررنا منها واحنا بنلعب بره ارضنا. دي بتبقى يعني ايه زي ما كل حاجه في الكوره كده لها تقاليدها، تقاليد الماما افريقيا. ولكن هي بتقل شويه كل شويه مع السنين والتطور والفار والحاجات دي، بتقل الكوتا بتنزل، بدل زمان كان يبقى ضرب الجزاء ومش عارف وقرارات كبيره، بتقل شويه ايه فاولات على التعاطف كده من التحكيم. فاللي احنا شفناه ان الكوتا دي كانت موجوده، عشان بس يعني ايه نتكلم على الانتقادات الكبيره للتحكيم والحاجات دي، لا الكوتا كانت موجوده ولكنها ما كانتش فجه، في اسوأ من كده بكتير في افريقيا، في اسوأ من كده بكتير، واحنا كنا في احيانا بنبقى اصحاب الارض وبناخد من الكوتا دي اكتر من كده بكتير، وكنا بنلعب بره ارضنا وبنتضرر اكتر من كده بكتير، واكم من ضربات جزاء اتحسبت علينا وحاجات كتيره وحاجات اتطنشت لينا والحاجات دي كلها عارفينها. فاللي احنا شفناه ان برضو الضغط على التحكيم شويه ما فشلش، بالعكس اتحجم الموضوع. كان يعني انت لو ايه انتقادات دي لو بصيت كده للماتش تاني هتلاقي انت بتتكلم في فاولين على ضربه ركنيه على انذار اتاخر، بس اوكي ده كده يعني ما حصلش. لا وساعات انا بحس يا خليفه انه ممكن الموضوع بيقلب عكسي، يعني احيانا احنا ساعات بنعوم على عوم الموجه، فكره ان مثلا نعترض مسبقا على الحكم ده احيانا ممكن يخلي الحكم ياخد اتيتيود ضدك، بيخليك بيتعامل معاك باختلاف طريقه التعامل، حتى الشياكه في الكلام مع اللاعبين، الانذار الاسرع شويه. عمر كمال عبد الواحد بس بيبص له، يعني اللي هو بيتكلم مع كل ادب عم بيديله الانذار. الناحيه الثانيه لاعب من الكاميرون شلوت في ركبه عمرو السوليه، عادي الموضوع يعدي ما بتحسبش. لكن في كل الاحوال الموضوع برضه في حدود المعقول. ليه؟ انا في رايي ان بكاري جسامه بيعامل معامله يعني اوفر جدا، راجل ما بيرتكبش اخطاء فادحه عشان يتم وصفه بالمرتشي والقصص الكلام كتير قوي اللي بيتقال عنه ده، لا في حكام اسوأ من كده بمراحل. انا في رايي الراجل ده لو هو متربص في لقطه، انا عارف ان هي مش ضربه جزاء، بس لو هو عايز يحسبها في بدايه المباراه، فتوح لمس كده لمسه جوه منطقه الجزاء لنجاملو ولا توكو كامبي مش متذكر بالظبط، الكره دي لو هو عايز تراسل في لعب الكاميرون، عارف الكره كمان بتاعت الكره اللي جت في العرض، الشوطه جت قبلها انجيسا خد الكوره والنني كان جنبه وكعبله
ومع ذلك ما حسبش الفاول لما الكوره كانت على حدود المنطقه. انا عايز اقول ايه، انه في اخطاء، الاخطاء كانت اكتر ضد مصر واخطاء على الكاميرون، لكن في اخطاء ضد الكاميرون هو ممكن لعدم ان هو ما خدش باله. لكن مثلا اشوف كره عمر مرموش دي ممكن تعدي، لكن في كره مثلا تخليك تبقى انت خلاص هتشد في شعرك زي ما مصطفى محمد شد في التيشيرت في اخر المباراه كده، دي حاجات تستفز. بس في النهايه دي كلها في حدود الحاجات اللي ما تقولش عنها حكم مرتشي بقى وحكم فاسد وحكم كذا. ممكن يكون كده، بس انت ما تفترضش ان هو كده بسبب الاخطاء اللي احنا بنشوفها. اللي انا بشوف الاخطاء في الملعب اخطاء في ضدك، لكن معقوله، حاجات معقوله. في النهايه قدرنا ان احنا نحتوي الامر وما كانتش اخطاء. ما فيش خطا مؤثر يا جماعه، ما فيش طرد، ما فيش بينالتي، ما فيش. انا بقول مش بقول لك ان دي مش اخطاء، لكن في النهايه الحمد لله دي كلها حاجات مقبوله جدا في المنتخب الافريقي. وانا بقول ان بكاري جسامه مقارنه بحكام اخرين لا يعتبر معقول. هو اعلامنا محتاج برضه يظبط التون، ما هو بيعوم على الموجه. لا انا بكلمك في اتحاد الكره ساعات احيانا ممكن يقوم، انا بقول لك يعني المدير كان هما برضه ممكن لما يعترض. انا عايز اقول ايه، انا ممكن افهم انهم يعترض، بس انا اخشى، انا مش بلوم هنا، انا اخشى ان احيانا ده بيجيب نتائج عكسيه. الراجل ده ناس كتير طول الوقت هو اكيد بيوصلوا الكلام ده، احنا بقالنا سنين طويله بنتكلم في النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. وفي فرق، انا من المدرسه اللي بحب ساعات ايه ان انت برضه ايه ما تسيبش الحكم قوي، تحتاج بذكاء مجموعات من اللاعبين، ما يبقاش واحد فردي عشان ما تستفردش بيه الانذار، الجهاز الفني يبقى مصحصح على الخط، كل ده في عرف الكوره مقبول. ولكن اللي فانا بقول ان اللي اتعمل من الجهاز الفني حتى لو كان اوفر شويه، بس بما ان المباراه قبل النهائي ومهم والكاميرون والحشد وعلى ارضهم والحاجات دي وفي تخوف والكلام من ده، اضغط. لا انا موافق مع الجهاز الفني، وخصوصا يعني ايه الخسائر بتاعتك ايه مدير فني اتطرد مش كبيره. اللي انا بتكلم فيه برضو ان في تون، في فرق بين الضغط على الحكم وان انت ايه بتحذر منه والكلام من ده كله، وبين تحويل الامر لمراشقه تخوفك، يعني ايه تعمل حساسيه بينك وبين ساعات الحكم وبين دوله. وده اللي بقوله في الاعلام الظبط شويه، في فرق بين الضغط والتلاسن والحاجات الخفيفه وبين انت تحول الامر ان انت بتخسر ناس. يعني مثلا وحتى النموذج ده موجود في ايتو، يعني انت ايه بمعنى تاني، الشعب شعوب غرب افريقيا، كاميرون، كوت ديفوار، طول عمر مصر بتلعب فيها بكوره، عارف انت حتى لو الكلام بيتكلم في حكم ولا بتاع الامور دي عاديه، ما بنروحش هناك بنواجه، احنا مطلعين الكاميرون من تصفيات كاس العالم مفيش اذى ولا في اي حاجه، ومطلع الكاميرون دلوقتي وكاسبها قبل كده، ومطلع كوت ديفوار في 84، لينا تاريخ طويل من المواجهات مع الفرق دي في بلادها، ما بنتعرضش لمضايقات كبيره، احنا بنتكلم دايما في حاجات بسيطه. فانت ما تستعديش الشعوب دي ولا المسؤولين ضدك بشويه تصرفات بسيطه. يعني هو ايتو لو ليك تعليق على الكلمه اللي هو قالها، ورغم ان انا شايف انها مش مقبول في الكوره، يعني كلمه حرب والكلام من ده، على قد ما هي ممكن انت تستهجنها وعلى قد ما انت ممكن تشوفها عاديه في الكوره، بس لو انت بتنتقد انتقد بحدود كده، بالقدر اللي هو يسيب لك يعني مساحه للرجعه تاني مع نجم تاريخي ومسؤول في بلده. ما تحرقش مراكبك اما تيجي تهاجم، ما تبقاش الامر ان انت بتعمل حاجه تسبب في عداء تاريخي وارث مش عارف ايه تعاني منه بعد كده. هو الحقيقه انا عايز اقول لك كمان، يعني لو احنا اتكلمنا اول حاجه بس على نقطه الحكم، احنا واحنا بنضغط نبقى احنا لما نيجي نقعد مع بعض نتناقش فعلا هل الحكم ده كان اوفر مع بعض في النقطه بتاعت الحكم، هل يعني في فرق بين التعامل مع الخارج والتعامل بيننا وبين بعض. دي نقطه. اما بالنسبه لايتو ايتو اولا طبعا ايتو كان ليه لقطات كتيره مصر بتتفوق عليه، زي 2006 لما خرجناه، او 2008 لما انتصرنا في المباراه الاولى والمباراه النهائيه، يعني لينا نجاحات امام صامويل ايتو، لكن صامويل ايتو ليه نجاحات ضد مصر. في 2002 خرجنا ووصلوا يعني وصلوا الفاينل وكسبوا البطوله. ف ايتو يعني سجال طبيعي جدا ما بين قوتين كبيرتين في منتخب، ما بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. لكن لو فكرنا كده اقول لك ايه، ايتو بسبب ان هو مصر سوري يعني ايه معلم عليه كتير فبيمارس افعاله. ايه هي افعاله بقى؟ مش عارف يعني افعال ايتو ايه بالظبط. هو ايتو قاتل، مجرد انه قال اللي احنا فرحين يلا على الحرب، راجل بيشجع ممكن كلمه مبالغ فيها، بس برضه في النهايه هو مش بيقول لهم يعني امسكوا مسدساته واضربوا النار يعني. ففي النهايه مقبوله، يعني ايتو ما اظهرش كراهيه فجه لمصر حتى وهو بيدافع عن حق بلده. هو حتى بيتكلم عن روجيه ميلا لما اتكلم او كده، كلهم بيحاولوا يدافعوا عن حق بلدهم في تنظيم البطوله، اعتقد ده شيء مبرر ومفهوم. انا مش هفضل حتى لو بطوله، على فكره بالمناسبه كاس الامم الافريقيه الموجوده حاليا تنظيمها مش افضل شيء خالص، تمام؟ بس يا جماعه احنا في بطولات كتيره قوي كان في كاس الامم الافريقيه ما كانتش افضل شيء، وملاعب سيئه وعشنا الاجواء دي كتير قوي. ايه اللي جد يعني؟ ايه اللي جد في البطوله دي؟ يعني مش يعني هو يعني مثلا بوركينا فاسو 98 كانت بطوله، ما كانت بطوله برضه على قدها وعلى الامكانيات الماديه، ما هي بلاد كتيره يعني والامور دي يعني هي بس المره دي الهايب عالي جدا في النقط دي.
اوكي احنا ممكن نهزر مع عيبته نقول له معلش انا كتبت بوست يا معلش يا صاحبي ومش عارف ايه كسبنا وكلام لو هو بنهزر، لكن حجم الغل ده تجاه الراجل يعني مش شايف ان هو لا يتناسب مع افعال الراجل اللي هو ما عملش حاجه ضخمه قوي في رايي. يعني خلينا نحط العنوان اللي احنا بنتكلم فيه ان انت عدم استعداء لا مسؤولين ولا شعوب بتعتبر صديقه لينا في ممارسه كره القدم. هو في طبعا اللي هو فكره العداء الكروي اللي ساعات بيبقى الشحن الزياد والكلام ده بلاش. هقول لك حاجه على اخر حاجه بقى في النقطه دي بخصوص الاعلام بلاش. ساعات بحس ان كل انسان في الدنيا عنده مخزون من قصف الجبهات ومخزون من اللي هو يضرب جامد كده وهو في الكوره والكلام ده، المخزون ده بيبقى كابته طول الوقت في مصر يعني عشان اي حد يتكلم يبقى الدنيا مصيبه يعني عنده، لكن اول ما نطلع بره بيبدا يظهر بقى ان الشخص ده يعني قادر يتكلم عادي والحياه حلوه، فالمخزون بيطلع اوفر جدا يا خليفه، بيطلع بشكل اوفر جدا، لان انت ايه ما انت ما بتطلعش المخزون ده اول باول طول الوقت وانت بتتكلم في مصر شخصيه العائل. ايوه شخصيه العائل اللي احنا عارفينها طبعا، فاول ما تطلع بره مصر لا الدنيا يظهر الشخص اللي احنا المفترض او متوقع نقول، بس بيظهر بقى ايه باوفر على كل حاجه حتى لو نفس رد الفعل ده ما كانش اوفر يعني. بس خلينا بقى نروح لفقرتنا الفنيه يا احمد، بس قبليها بما ان احنا في كاس الامم الافريقيه وجيل منتخب مصر اللي هو حقق ايه احنا قلنا ايه وصلنا في 2017 وبعدين بنرجع تاني نوصل فاينل في 2022 وكان بينهم بطوله مش ولا بد كده في 2019، بس يعتبر الجيل بيحقق جيل صلاح بتريزيجيه بالنني بالمجموعه اللي مكمله بالمجموعه الجديده، هنرجع بقى نسترجع ذكرياتنا مع قائد الجيل اللي حول بقى افريقيا وكاس الامم الافريقيه لتقاليد مصريه. لو هنقدم شخصيه دايما في حكايه ناس بنحب دايما نقدم المنتمين بالزمالك بالحب، ولكن احنا بنحب بقى ايه المنتمين للزمالك بالحب وبالعمل داخله وبالانتماء ليه. النهارده معانا تقريرنا عن معلم الزمالك الذي حول الانجاز الى حدث عادي الكابتن حسن شحاته. مهما اتكلمنا عن قيمة المنتمين بالحب لنادي الزمالك إلا إن الرياضيين ونبت ميت عقبة الأصيل ليهم مكانة تانية في حكاية الزمالك وناسه. النهاردة ومصر كلها مشدودة مع حلم الفوز بكأس الأمم الإفريقية، لازم مخك وهو بيحلم بالكأس في الكاميرون يربط أوتوماتيك بواحد من أجمل قصص الزمالك وناسه، وهو المعلم حسن شحاتة، الراجل اللي فض الشراكة بين مصر ومنافسيها من غرب إفريقيا على زعامة القارة وأممها لصالح مصر، ورفع الرصيد المصري من 4 الرقم اللي دول غرب إفريقيا كانت بتنازع فيه مصر للرقم 7 المتفرد بثلاثيته المعجزة والفريدة في تاريخ كأس الأمم 2006 و2008 و2010 واللي روض فيها كل كبار غرب القارة كاميرون وكوديفوار ونيجيريا وغانا بدل المرة 2 و3 أحياناً، وفي النص دهس باقي القوى في شرق وجنوب شمال القارة. حسن مش مجرد شخص عدى وانتمى للزمالك، حسن شحاتة هو واحد من أهم 3-4 لعيبة لبسوا تيشرت الزمالك طوال تاريخه، وأغلب الفنيين بيحطوه رقم 1 كمان. اللاعب اللي أعطى تيشرت الزمالك التاريخي رقم 14 قيمته واخترعه في الزمالك، مسيرة طويلة من العطاء للزمالك وصناعة تاريخ وشعبية لاعب خط الوسط اللي سجل مع الزمالك 102 هدف علشان يكون الهداف التاريخي رقم 2 في تاريخ النادي رغم كل الظروف المعاكسة بإيقاف الكرة بعد النكسة في عز بداية مسيرته. وكان هدية الزمالك لمصر كلها في الألفية علشان يحقق بمصر تاريخ تحول لإرث ثابت للكرة المصرية في كأس الأمم الإفريقية اللي أصبحت للكرة المصرية فيها تقاليد وأصول ثابتة وثقافة الفوز والانتصار خارج الأرض. اللي كان إنجاز وحدث فريد وحوله شحاتة لفعل عادي متكرر زي مسيرته الطويلة مع التألق اللي حول فيها دايماً كل الصعب والغير عادي لحدث عادي متكرر.
رجعنا تاني في فن وهندسة والفقرة الفنية لمباراة مصر والكاميرون في قبل نهائي أمم أفريقيا 2022 اللي وصلت بها مصر للنهائي التاسع وكده النهائي العاشر. هو في هي بين التاسع والعاشر في اختلاف ليه؟ في اثيوبيا كانت البطوله ما تعرفش النظام قوي، كان اشبه بدوره ثلاثيه، فانت يعتبر خدت المركز الثاني في البطوله دي بس انت ما لعبتش نهائي فعلا، انت لعبت كذا الفرق كلها فما كانش نهائي، فهو انت بقى هتقضيها ان ده النهائي العاشر وتفوقنا على غانا اللي لعبت 9 نهائيات، او تعتبر ده النهائي التاسع عشان تعتبر ان مصر ما خسرتش غير نهائي واحد في تاريخها، يعني غانا لعبت 9 نهائيات فازت باربعه وخسرت 5، قيمه مصر بقى وصل ما توصل للنهائي انا بعتبرها وصلت قبل كده 8 بحسبيت انا ودي 9 فازت 7 وخسرت نهائي واحد اللي هو كان قدام الكاميرون في 2017. عايز تحسب ان اثيوبيا ده كان نهائي احسبه انت حر، يعني عدت 7 من 7 لا 7 من 8 لا يعني اقصد قبل 2017 كانت 7 من 7 وفي 2017 كانت النهائي الوحيد اللي نخسره لغايه دلوقتي نسبه عاليه جدا 7 من 8 ومعانا دلوقتي النهائي التاسع اللي هو نتمنى يكون 8 من 9. انا بسمي مصر هي المانيا افريقيا، عارف المانيا في كاس العالم اللي هي هو مهما كنت مستبعد من نص السيمي فاينل ده دي حاجه نادره جدا يعني فاهم، فمصر ما شاء الله يعني. هو كمان ان الغريب بقى في البطوله دي لغايه دلوقتي مخاصمه اصحاب الارض في افريقيا لفتره طويله من بعد 2006 مصر ما فيش فريق خد البطوله نظم البطوله وخدها، يعني افريقيا كانت وفيه قوي خصوصا فتره التمرينات والحاجات دي اللي بينظم البطوله كان ايه تثبت 50 او اكتر من 50% اللي بينظم البطوله بياخدها. لغايه بقى لنا من 2006 في مخاصمه لاصحاب الارض في معانده كده يعني، وما زال الموضوع مستمر. احنا طلعنا الكاميرون وفي نقطه بقى ما زالت برضو ركلات الترجيح يعني بتبتسم لمصر، اللي خصمتنا في اول مرتين دي سادس مره، يعني خصمتنا في اول مرتين في افريقيا، بعد كده مصالحه دايمه. المانيا افريقيا برضه اللي هو عارف عارف يا عطا يعني 36 سنه من 86 لغايه 2022 لم تخسر مصر مباراه اقصائيه انتهت الى ضربات الترجيح، 6 مرات متتاليه نلعب ضربات ترجيح ونتخطى المنافس. وطبعا بقى العظمه في ايه؟ في ال6 مرات دول شوف شوطنا كم مره؟ مفيش غير 3 لعيبه ضيعوا، احنا لعبنا الكوت ديفوار 3 مرات ولعبنا الكاميرون مرتين ومره على بوركينا فاسو، 3 لعيبه اللي ضيعوا مصطفى عبده في 86 فاينل و عبد الحليم علي في فاينل 2006 وعبد الله السعيد ضد بوركينا فاسو في 2017. عصام الحضري عمل اربع تصديتين في مرتين لعبهم، ابو جبل من مباراتين لعبهم عمل 3 تصديات بتاعه الكاميرون اللي طلعت بره دي، لو كان ابو جبل صدها كان يساوي رقم عصام حضري التاريخي. ثابت البطل ليه تصدي وليه كوره طلعت بره، نادر السيد ليه تصدي. لا خلي بالك كمان بقى في نقطه كمان احنا كنا بنتكلم عنها، موضوع الناس تاخد نذير خير ان احنا اتغلبنا من نيجيريا فممكن نوصل فاينل زي ما حصل في 86 وان كنا شايفين ان بعد كده السجل مش افضل شيء، لكن المره دي لغايه دلوقتي وصلنا اللي هو خسرنا ووصلنا الفاينل. بس تعالى بقى ايه، الارقام جميله ومهمه وهنروح كمان لارقام مباراه السنغال بس الفنيات اهم. يعني ايه الكعب العالي والكلام ده كله والكلام ده جميل، بس نيجي لحته الفنيات بقى. لازم في يعني منتخب مصر اما لعب ضد الكاميرون كانت المباراة التالتة على التوالي بيلعب فيها 120 دقيقة، 120 دقيقة قدام كوت ديفوار وقدام المغرب و120 دقيقة قدام الكاميرون، ولكن في سؤال فني، احنا قدام الكاميرون ظهرنا بنسخة، طبعا الصعود حاجة عظيمة، ولكن ما ظهرناش بنسخة يعني الماتش خلص في ال 120 دقيقة 0-0 بفرص أقل لمصر، في سؤالين عايزين نجاوب عليهم. في سؤال منهم جميل قوي اللي هو الكاميرون رغم إنها أقوى هجوم في البطولة ومرعبين ومفيش ماتش توقفوا عن التسجيل الا ان احنا اوقفناهم عن التسجيل، فده سؤال جميل نجاوبه، ولكن في سؤال تاني مش جميل اللي هو ما سجلناش وما ظهرناش ان احنا يعني في ماتش كوت ديفوار ما سجلتش بس كنت قوي وكنت مهدد للمرمى، في الكاميرون انت هددت خفيف قوي، يعني كره محمد صلاح وكره رمضان صبحي. عايزين الاجابه، اول اجابه للسؤال الاولاني 120 دقيقه سلبيه شويه هجوميا، انت شايفها ازاي؟ لا يعني اول حاجه طبعا لو في اجابات عامه زي ان احنا مرهقين، عندنا واضح جدا في بعض اللاعبين اللي معدلهم بدني قل جدا على المباراه الماضيه، مثلا على سبيل المثال عمرو السوليه ما كانش افضل شيء، حتى عمر مرموش ما كانش افضل شيء على المستوى البدني، عمر كمال برضو نفس الشيء، فاكثر من لاعب عندنا المعدلات البدنيه قلت. تاني حاجه انت بتلعب فريق صاحب الارض فالهايب عالي جدا
برضو ارضيه الملعب ساعد يعني الكاميرون اعتقد اعتادت. طب هو صاحب الارض بس انا شايفه صاحب الارض يعني فنان اقل شويه من الكوت ديفوار والمغرب ولا انت شايفه يعني بس مع جمهور صاحب الارض مع جمهور وضغط جماهيري فانت برضو بتبقى الى حد ما يعني مش قادر انت يعني ضغط الجمهور احنا مش متعودين عليه خلينا واضحين احنا مش متعودين عليه الى حد كبير لكن عشان كده انا برضو بشوف ان الانجاز هو اكبر شيء لكن دي تفاصيل عامه تفاصيل الاكثر تفصيلا يعني ان احنا فريق ما زال حتى الان مش افضل شيء في بناء اللعبه خليفه يعني احنا حتى لو شفنا جدول تمريرات اصحاب العدد الاكبر الممرين في مصر ده لو ما بتشوف في مباراه ده مش عدد الفريق بيبني اللعب بشكل كبير عموما يعني لكن احنا في وحتى ما فيش تمرير في الامام ما فيش حتى عدد من صانع لعب بيمرر كتير في النص الهجومي او حتى مثلا لاعب خط النص بيمتاز بتمرير عدد تمريرات كبير لما معانا الجدول لكن احنا عموما في بناء اللعب خليفه احنا معانا الجدول دلوقتي يعني ده عدد التمريرات باك بيمرر 70 الونش بيمرر 61 عم حمدي فتحي هو يمكن افضل شويه لاعب في السته اللي قدام اللي هو مرر 47 يعتبر خلي بالك يعني هي كلها ارقام دفاعيه يعني التمرير عندنا تمرير من جاي من الناس اللي هي مهمها دفاعيه بالظبط لان احنا ما بناخدش وقتنا في الـ في الـ في الهجمه في منطقه الهجوم احنا دايما طول الوقت مباشرين على المرمى وده حاجه شفناها بشكل كبير احنا يا خليفه بناء اللعب عندنا في مشكله وفي مشكله احنا قلت انا قلت احنا حليناها الى حد ما في مباراه كوت ديفوار ومباراه المغرب احنا بدانا شويه نستخدم الاظهره بالظبط بنطلع عمر وفتوح بدانا الى حد ما نحل الموضوع ان احنا خلاص حاله الوسط حتى الان لما بيتعرض للضغط مش افضل شيء تعال حتى احنا بنشوف اللقطات الكاميرا بالنسبه للاظهره انا عايز برضه اديك كريدت انت وانت بتحلل في البدايه في بدايه المباريات في نيجيريا اتكلمت على ان مصر تفتقد اظهره كويسه وضربت مثال بلاعب عظيم اللي هو سيد معوض ده حقيقي اعتقد ان مباراتين كوت ديفوار والمغرب كان فيهم كريدت للفكره اللي انت كنت بتتكلم فيها اللي هو فكره ان انا لما بدات استخدم اثنين لعيبه كوره في مركز الظهير الايمن والظهير الايسر منتخب مصر كان عنده قدره على صناعه لعب بشكل كويس مظبوط افتقدناه بقى انت شايفها في ماتش يعني احنا تحسننا في مباراه كوت ديفوار ومباراه المغرب لا مباراه الكاميرون هي برضو بتمارس ضغط كبير علينا بعدد كبير من اللعيبه لما هنشوف اللقطات معانا هنلاقي ان احنا بنستسهل لعب الكره الطويله تعالى يلا لما نبدا على طول اللقطات معانا هتلاقي ان احنا كاميرون هنا عندنا ست لاعبين في نص ملعب مصر تقريبا خيارات التمرير مش افضل شيء خالص بالنسبه لمصر على طول الونش بيلعب كره طويله ما بنفكرش كتير بنلعب الكره الطويله على طول عشان تتنقل لنص ملعب الاخر على اعتبار ان احنا بنحاول نكسب الكره الثانيه افتقاد حجازي ممكن يكون له دور لان حجازي كان من الناس اللي بتعمل التمرينات اللي بين الخطوط دي في الماتشات اللي كان بيلعبها حجازي افضل شيء لكن برضو احنا في النهايه حجازي احسن لكن احنا في النهايه مش عايزين كور طويله طول الوقت او مش عايزين دي سمه مصر مش هقول دي عيب ولا ميزه عشان محدش يقول لي انت ايه المشكله لما العب كوره طويله انا فاكر كويس وانت بتحلل ماتش نيجيريا كانت عندنا المشكله قلت ان الظاهرين وفي نفس الوقت قلت ان احنا ما بننقلش الكوره كتير بين المساكين ولاعيبه خط النص عشان نحول اللعب بالتدريج انت شفت ان احنا في اثناء البطوله اتخلصنا من عيب فيهم بدانا شويه عمر وبدانا ننقل شويه لكن احنا هنا بالكثافه الهجوميه دي احنا ما بناخدش مخاطرات يعني كمل على طول اللقطات هتلاقي ان احنا تيجي الكوره هنا برده الونش بص على طول في استدعاء للضغط من لعيبه الكاميرون يلا نضغط على طول لا واقف هات اللقطه اللي قبلها حتى لما يكون انت لا اللي قبلها انت عندك فتوح ممكن يبقى خيار تمرير الونش على طول طالع نجامله عشان خاطر يضغط على الونش قصدي على الفتوح عشان خاطر ما يديش خيار تمرير بيعمل ايه الونش يلعب كره طويله تاني الونش بالمناسبه كانت كراته الطويله ما كانتش افضل شيء خالص انت عارف ان هو عمل 12 كره طويله منهم اثنين بس مصر خدتها يعني دي والله الرقم ده يعني رقم حتى الواحد وهو بيتفرج فعلا في كور كتيره فيعني صادفت الفكره اللي عندي يعني تعال نكمل كده على طول هنا في شويه خيار تمرير يعني عم نعمل لو لا حمدي فتحي حاول يرجع له بس هو حمدي فتحي كان اختيار للتمرير في الاول برده محمد عبد المنعم بيلعب كوره طويله محمد عبد المنعم اللي هو بيلعب كوره كويسه يعني لعيب كوره كويس بيلعب كوره بشكل كويس هناك لعبت كوره طويله قطريه مش افضل شيء برده نفس الشيء تعال نشوف اللي بعدها على طول هنا النني هتعالى بقى نقف هنا ايه الجديد هنا عندنا هنا احنا اصلا كمنتخب ما بيتحركش بدون كوره كتير يا جماعه لما بندي اختيار او خيار تمرير للاعب بندي لما بنتحرك بندي اختيار تمرير للاعب او خيار تمرير للاعب ده بيخلي ان احنا نصعد بالكوره بشكل افضل بكتير تعالى كده نشوف هنا اللي حصل هنا بيمرر محمد منعم لعمر كمال عبد الواحد ايه اللي بيحصل انني على طول بيتحرك له عشان يظهر له تمام انني اتحرك ايه اللي حصل قام عمر كمال ساندها لحمد للنني النني عمل ايه بصل لعمر كمال ليه لان عمر كمال اتحرك له النني متحرك تاني التحرك بدون كره ده واقف هنا التحرك بدون كره ده بيساهم في ان انا ادي اختيار تمرير طول ما انا واقف
طول ما لعبت كاميرون مرقباني خاصه عندهم كثافه عاديه كبيره. هنا نني ما كانش موفق فيها، لكن لو كل الناس هتفتكر ان الكوره دي كانت خطيره وكانت ممكن تنزل بشيء، لان احنا بدانا الهجمه خدنا مخاطره اتحركنا بدون يعني كوره كتير. انت بتدي النموذج النماذج اللي هي عملنا فيها الكوره الطويله، ده سبب ان احنا فقدنا كور كتير، نخسر كور في اللحظات بقى اللي زي اللقطه اللي انت جايبها دي. كان منتخب مصر قادرا على صناعه ما يعني مش هنقول فرصه، ما قبل الفرصه اللي هو الوصول للحاجات اللي لو اتعملت كويس شويه تبقى فرصه وتهديد. هنا ممكن النني يسندها، ممكن يلعبها افضل بالزبط. من شيء من كده لمصطفى محمد كان اتحرك له بشكل كويس. شوف اللي بعده هنا برضو، المفترض بقى ان انا منتظر افضل من كده من لعيبه النص، الكره بتوصل للعيبه النص ومع ذلك ما ياخدوش المخاطره. كمل كده، هنا الكره وصلت لحمدي فتحي، كمل على طول، هتلاقي ان هو لعيبه مصر وهي حتى بتظهر لبعضها. هنا برضو كره طويله الاول، هنا كره طويله، بس انا عايز اقول لك على حاجه. هنا الكره دي خمسه لعيبه خليفه، خمسه لعيبه من منتخب مصر مستنين الكوره. هل ده منتخب ناوي اصلا يلعب كوره على الارض؟ مش واضح. ده اسلوب لعب مش حازم فيه ولا فامدح فيه. انا بالنسبه لي حازم فيه، بس في ناس مش تبقى ضد. كابتن كارتيرو نفس القصه، دايما كارتيرو بيقوم مثبت الاربعه قدام، نفس القصه. احنا عندنا هنا بنطلع الباكات اللي هو طلعنا بيهم، بس بنطلع قبل الكوره، فهم ما بيساهموش في بناء اللعب الحقيقه. او انت بتشوف الباكات متقدمين كتير بتتكلم فيها، لكن دايماً احنا خلي الباكات تساهم في بناء اللعب عشان اعرف اتدرج، لان انا مش قادر. ولو اتخطفت منك الكوره اللي هيحصل مش هيبقى اكتر حته خطره عليك. فانت الحقيقه ان انت هنا اصلا مش ناوي تلعب كور على الارض كتير. تعالى كده نشوف محمد علينا بيلعب الكوره طويله، نفس القصه هنا. هنا ايه اللي حصل؟ انا بقى كنا بنتكلم مدافعين ممكن اعذرهم شويه. هنا حمدي فتحي والنني بيتحرك له، ايه اللي حصل؟ حمدي فتحي اللي هو لاعب يعتبر جريء شويه في التمرير، ايه اللي حصل؟ حمدي فتحي مرجع كوره، ما ادالوش الكوره هنا عشان يطلع كوره منين. فطول الوقت احنا عندنا الاتيتيود ده مستمر، ان احنا يا اما كوره طويله مش يا اما ما تاخدش مخاطرات. طبعا ده بيقلل من قدرتنا ان احنا نبني لعب. الارض والزحلقات الكتيره دي ما بتاثرش شويه ان انت في ان انت تختار اختيار زي ده على حساب البنى، خوفا من حاجات زي انت شفنا في بدايه الماتش لعيبه كتيره كانت بتتزحلق حاجات زي كده، هل ده كان خيار امن مثلا؟ أنا مش هقدر اقول كده، لان احنا لعبنا في ارض اسوء، في ملعب جابوما قدام كوت ديفوار كانت ارضيه ملعب اسوء بكتير من كده. نفس القصه، تعال نشوف هنا لما انا بدي اختيار. احنا قلنا النني اتحرك لعمر كمال، عمر كمال اتحرك للنني، لعيبه اصلا مش مفترض بينها انها تعمل كده، المفترض النني شويه، لكن اقصد ان عموما دي كانت حاجه كويسه منهم. لعيب بقى بتاعنا الكينج بتاعنا لما اتحرك بدون كوره اللي حصل تمريره جريئه واحده من الونش اللي محمد صلاح اتحرك له، استلم الكوره في منطقه ممتازه جدا من الملعب. انا كل اللي ضاغطين دول خرجتهم من اللعبه بتمريره اماميه على الارض. ما انا مش كل كوره طويله، ممكن كوره اماميه على الارض برضو دي يعني مش هيبقى فيها مخاطره كبيره. استمرت الكوره، عمر مرموش سند لمحمد صلاح، سند محمد صلاح، كان ممكن يمررها لتريزيجيه بافضل بشكل افضل من كده، لكن مررها بشكل مش كويس. الهجمات دي حصلت ليه؟ لان واحد بس خد مخاطره وواحد اتحرك بدون كوره بشكل كويس او ظهر لزميله. الحاجات بتفرق جدا. يعني احنا بنحط دلوقتي ان الخيار من سبب ان السلبيه اللي كاتبه عليها منتخب مصر ممكن نحط لها عنوان ان هو كان اختيار الكور الطويله كان زياده شويه، وفي نفس الوقت في اللحظات اللي كنا بنختار فيها اوبشن ان انت تاخد باص ريسكي مع تحرك من غير كوره كنا قادرين على صنع خطوره ما اكتملتش. مظبوط. ده يدينا السؤال اللي هو بتاع ان احنا ما ظهرناش هجوميا بافضل حاجه، ولكن عندنا سؤال تاني. منتخب مصر رغم قوه منتخب الكاميرون، هو السؤالين ظهروا في نفس الوقت، قوه منتخب الكاميرون كان فيه خطوره خصوصا في الشوط الاول، ولكن احنا قدرنا بعد كده الخطوره دي ما كملتش. بمعنى تاني احنا حسينا في اوقات ان الكاميرون مهما لعبت لا مفيش خطوره على ابو جبل. يعني ابو جبل ما شالش حاجه كبيره قوي، طبعا هو نجم النهائي نجم البطوله وشال في ضربات الجزاء. انا سميته جوكوتشيا مصر. جوكوتشيا طبعا عارفين حارس الارجنتيني التاريخي في كاس العالم 90، وان كان طبعا الفاينل النهائيات ما كانتش افضل شيء. بلاش مش مشكله نسحب جوكوتشيا مصر، ابو جبل ابو جبل الارجنتيني بالظبط. فهو اللي انا قصدي ما كانش فيه خطوره كبيره. التسديده اللي اتشاطت دي وجت في العارضه دي تسديده ما تقدرش تمنعها، دي حاجه كده تجليات يعني تمام. وبقيه الخطوره كانت حاجات، بس كان في خطوره في الشوط الاول. عايزين نفهم بقى ازاي الكاميرون كانت خطيره في الاول، وازاي مصر تعاملت مع الخطوره دي، وده يحسب لكيروش ويحسب للاعبين. انت ازاي يعني زي ما احنا قلنا ساعات ان احنا هجوميا ما كناش احسن حاجه، ولكن دفاعيا كان حتى كيروش بيوصف في الكلام واللاعبين بيقول لك الشبكه العنكبوتيه. عايزين نشرح بقى الشبكه العنكبوتيه اشتغلت ازاي، بس الاول ما كانتش ليه شغاله في البدايه. انت سؤالك يا خليفه مركب، لانه هنا في الاول ليه الكاميرون كانت فعاله، وبعدين ليه الكاميرون ما بقتش فعاله، او ليه احنا قدرنا. ايوه بالظبط، احنا فعلا كنا موفقين في كذا كوره بالظبط، فعلا مجرد كوره تخبط في رجل يعني اللعيب بيشوطها برجله عشان تخبط في رجله اليمين، مره هيد يجي في العارضه في بالزبط. كذا كوره للكاميرون فعلا كانت خطيره. الكاميرون احنا كنا اجبنا على السؤال بتاع بناء اللعب بتاع كوت ديفوار او المغرب، ان احنا ايه اتنين قلب دفاع
وقدامهم مصطفى محمد بيضغط على الارتكاز. كان ايه اللي بيحصل؟ ان محمد صلاح كان بيضغط على قلب الدفاع الايسر، بس مش بيضغط عليه ان هو يبقى راجل لراجل، لا، كان بيغلق زاويه التمرير بينه وبين الظهير الايسر الناحيه الثانيه عمر مرموش، ما بين قلب الدفاع اليمين والظهير الايمن، بيغلق التمريره دي. الكاميرون حطت لنا سؤال جديد، بعد ما جاوبنا على السؤال ده حطت لنا سؤال جديد. تعالى كده نشوف اللقطات اللي هتقول لك ايه اللي هو السؤال الجديد اللي حطوه لنا الكاميرون. ازاي خلق خطوره في البدايه؟ في العادي اللي بيحصل مصطفى محمد اهو بيضغط على الارتكاز، عمل ايه الارتكاز؟ قام راجع ورا، بقى ثلاثه في الدفاع مش اثنين، وهو بيبدا واقف كده لحظه وطير الفول باكس ثلاثه بالظبط. برافو عليك، طير الاثنين برافو عليك طير الاثنين فول باكس، تحيه كابتن مدحت شلبي. طير الاثنين فول باكس طبعا. كولن اسمه ايه؟ كولن مش فاكر، مش متذكر بالظبط. ما بتعملش اسامي كامله على طول. كولن فاي، كولن سباي، كولن سباي خليفه. لا بس باك يمين رائع. ما انا بقول لك هو يوسف فتوح ما بيعتمدش اسامي، ممكن مين حد ما بيعتمدش اسامي، بس كولن سباي فعلا عمل مباراه هايله. ايه اللي بيحصل هنا؟ دلوقتي انا عندي 3 على 3، بقى عندي مشكله. طب هم بيحاولوا يغلقوا زوايا التمرير، الفرق شويه بقى هنا ايه؟ ان الباكات طايره زياده لان عنده في لعيب زايد، فبقى ممكن في احتمال ان انا امرر كوره طويله، ما بقاش عندي ما زالت الزاويه المغلقه للتمرير الارضيه، لكن الكوره ممكن تتلعب كده. فدي نقطه. الهدف الثاني ان لو في حاله سقوط 2 لعيبه الوسط او 1 على الاقل، انا بسحب لعيبه وسط مصر الى حد كبير خارج النقطه دي. في كوره مش معانا بالمناسبه، بس حمدي فتحي قطعها بشكل كويس، كانت برده اتمررت ارضيه بعد ما ضيعنا كل لعيبه مصر دي. حمدي فتحي قطعها بشكل كويس وقدم مباراه افضل كتير من المباراه اللي فاتت في رايي. تعالى نكمل بقى ايه اللي حصل هنا. بنضغط احنا كمل، عمالين برضو نستنى ونتقل على الكاميرون. مدينا لهم حيره دلوقتي، او اديتنا حيره، الكاميرون عملت علينا حيره، فكره زودت السؤال. ايوه زودت السؤال زي ما بيقولوا. هنا في الاخر اتلعبت الكوره طويله للباك، هنا بقى اتحط فتوح في موقف صعب. هات اللقطه اللي قبلها معلش من فضلك. اتحط فتوح في موقف صعب لان الباك ما بقاش مسؤوليه عمر مرموش. شوف دي تمريره مستحيل عمر مرموش يوقفها، مش الارضيه بتاعت زمان اللي مسافه قريب. هنا بقى فتوح كان فايق جدا، فكره ان هو ازاي يقفل على اثنين على اثنين. بس دي احيانا تجليات فرديه من اللاعبين، مره محمد عبد المنعم قطع واحده، مره حمدي فتح قطع واحده، فتوح قطع واحده، دي حاجات بتعمل عليك مشاكل. بس هم نجحوا بالظبط، هم نجحوا. تعال نكمل، دي لقطه احنا شفناها يعني كده. ده السؤال الصعب اللي بالزبط. سالته الكاميرون بالظبط. استمرت نفس القصه دي خليفه. تعال نكمل بقى، احنا بدانا نضغط بكثافه شويه. ايه اللي عايز اقول لك بقى؟ بص اللقطه، هات اللقطه اللي قبلها، الصوره اللي قبلها. احنا شفنا مصر بتستسهل ازاي في الكور الطويله. تعال شوف الكاميرا بتعمل ايه خليفه. هات بس ابدا اللقطه اللي فاتت على طول، اللقطه اللي فاتت من فضلك. هنا عمالين نضغط بكثافه، هو ما بيطلعش الكره الطويله، ده بالعكس ده بيلف وبيمرر لزميله. كمل كده، ده الراجل ده حتى ما شتتش ولا رجع للحارس، عم بص عمل ايه؟ قام باصي هنا لانجيس على طول، ولا يفرق معايا، هكمل واستمر بنفس التمرير عشان اخرج لعيبه اكتر من مصر. ده انا استدعيت النني كمان. قمت عامل ايه؟ قمت مرر تاني لانجيسه وكملت الكوره على الباك الشمال اللي لعب كره طويله. كل ده انا سحبت كل لعيبه مصر لان انا تقلت شويه، صبرت شويه على الكوره. طبعا الكاميرا كانت على اطراف عظيمه، بس هنا برضو تدخل وتجلي فردي من محمد عبد المنعم كان كويس. الباصه دي لو كانت ادق شويه من الكاميرا كانت هتعمل لنا مشاكل. الكاميرا كانت على الاطراف بالمناسبه كانت خطيره جدا. تعال نكمل على طول. بناء اللعب بتاع الكاميرا كان مميز جدا في اول 25 دقيقه على الاقل. احنا عملنا ايه بقى في الشوط الثاني؟ احنا فكرتك ان احنا في مصر وهي بتدافع، يبقى احنا دلوقتي جاوبنا على السؤال ليه الكاميرون خلقت خطوره، عشان بس يبقى العناوين. كانوا بيبني اللعب بشكل كويس جدا، بيبني اللعب، لعب 3 ورا، طير الباكات، في سؤال صعب بقى، في سؤال صعب على لاعبينا زي فتوح والحاجات دي، ازاي انت هتواجه ده ولا تلتزم بالجناح اللي انت ماسكه والحاجات دي كلها. واجهها كيروش ازاي؟ هو كيروش عمل تغيير، مظبوط، عمل تغيير بالدفع بتريزيجيه على حساب السوليه، مظبوط، ده التغيير تمام. ولكن كان هناك اكثر من التغيير طبعا. خلي بالك انت عارف السوليه كان في السوليه في الشوط الاول ان يعني ايه السوليه، حمدي فتحي، النني، اللعيبه كويسه، ولكن هم ثقافتهم كلها في اللعب بيبقى في قلب الملعب مع فريق مزود قوي باللعب على الاطراف. سؤال يعني، عارف انت شخص مش مناسب للدور ده قوي. بس انا مش موافق هنا خليفه، بشوف ان تريزيجيه لعب اطراف، ان النني كان بيلعب على الاطراف قدام كوت ديفوار، بيلعب على الاطراف قدام المغرب، وكنا مدافع 4 4 2 يا خليفه. ما هو مش مع فريق بيلعب اعتماد كلي على الكلام، انما فريق زي الكاميرون مطير لك الباكات بيلعب 3 ورا والحاجات دي، بقى محتاجين نوعيه. يمكن عشان كده اما بتنزل يعني انت بتغير صحيح من التعليمات، بتخلي اللعيب يغير مكانه، ولكن بتلعب اللعيب المناسب بقى اللي هو ايه طول عمره بيلعب على اطراف الملعب وعنده الحاجات دي، بتبقى اكثر مناسبه.
تمام. هو ممكن اوافقك في النقطه دي شويه، لكن فكره ده مش عيب فادح. يعني اقصد ايه، انه ظهر انه لا ده الموضوع له عيوب شويه، عشان خاطر احنا عندنا ايه، انني لا ما بقاش هو اللاعب الطرف المناسب، لان في انسجام مثلا ما بين اطراف لعيبه الكاميرون بشكل كبير. احنا عملنا عشان نختصر ونبقى احنا عملنا حاجتين، غيرنا فرد وغيرنا طريقه تغيير. وكمان اول كان النني والسلابي بدلوا على الناحيه اليمين، بعد كده الامر اتحول لايه، ان احنا بقينا نلعب ال 4 4 2 حتى ولو الكوره في نص ملعب الكاميرون. كنت لو فكرك في المباراه اللي فاتت انت كنت بتقول دايما بندافع 4 3 3 في نص ملعبهم تتحول 4 4 2. لا ده احنا خلاص ما بقيناش نضغط اصلا، يعني كل الحكايه بقى مصطفى محمد برده مركز مع الارتكاز عشان ما يلعبوش من العمق، وبنحاول نوجه الكوره قدر الامكان ان احنا نتحدى باثنين لعيبه دايما على الطرفين طول الوقت، بحيث ان انت ما يبقاش في زلات من بعض اللاعبي الطرف بتوع. ما هو بس يبقى يقتصر الامر على الاخلاص من لعيبه مصر دايما، يبقى عندهم ديديكيشن كده ان هم يستمروا في المجهود البدني. في لقطه شوقي وفي الاخر بيقول لي ده تعالى هنا بالظبط، اتحرك على الاطراف ده، لان هو دي الثغره الوحيده اللي كانت يعني اللقطات اللي نشات عنها خطوره للكاميرا في الشوط الثاني كان بسبب ان بعض الاحيان لاعب بس تعال. يعني ما يقدرش. تعال نشوف اللي بعده كده، كمل على طول، كمل على طول. بس هنا الرسمه هي الاربعه رمضان بقى. هو بقى لما بيحصل القصه دي هنا وصلت الكاميرون، ما احنا عملنا ورينا الرسم، بس الكاميرون هنا رمضان الكره كان المفروض افترض يرجع هو يبقى الرابع، ما حصلش. بس ده انعكس على رمضان ان اداؤه كان كويس هجوميا، يعني هو وفر مجهوده شويه للهجوم، رغم ان هو مفترض لما ينزل يدي نفس الدور الدفاعي. ده اللي بيبذر ده بيبرز برضو اهميه عمر مرموش في النقطه دي. عمر مرموش ممكن مش افضل حاجه هجوميا، بس الاخلاص الدفاعي بتاعه واضح جدا. تعال نخش حاجه بعدها على طول يا خليفه، اللي تبين لنا ان الكاميرون فعلا كانت يعني خطير على الاطراف. الفريق ده عنده قدره ان هو يستغل اخطائك، اخطاء زي ما قلنا اللعيب ما يتراجعش بسرعه، او تمرر تمريره واحده غلط فيكون الجناح طاير اصلا فيعمل لك مشاكل. هم استمروا وتطوروا في البطوله بالظبط في عرضياتهم واللعب على الاطراف، بيلعبوا عادي بوركينا اثيوبيا كاب فيردي، اما دخلوا في الاقصائيات بقى من جامبيا ومصر الموضوع عادي يزيد. طبعا الفريق بيستسهل حل الاطراف والموضوع بيزيد فعلا، ان هما خطيرين جدا. 20 في اول مباراه ضد بوركينا فاسو اللي هي منافس قوي برضو لجامبيا ومصر، بدانا نتكلم في الثلاثينات، فالفريق تصاعدي كده بيتجه للعب ناحيه الاطراف بداوا يجدوا الحل بالزبط. وجدوا جناتهم التي فتشت عنها. لكن الفكره ان هم اصلا احسن اثنين لعيبه في الكاميرون في رايي في المباراه هم نجاملو كولينز فايد، ده باك يمين وده جناح سواء لاعب يمين او شمال. حتى بص الكاميرون، بص هنا الكاميرون بتهاجم 11 و11 من الاطراف، بص في العمق 3 2 3، فواضح جدا الفريق كان توجهه هجومي على جانب الاطراف لانه فعال. تعال نشوف ازاي كان فعال، والفريق كان بيستغل كل هفوه لمنتخب مصر عشان خاطر يضرب منتخب مصر في المنطقه اللي كانت مؤثره، واحيانا بالذات ناحيه عمر كمال عبد الواحد اللي هو برده مهما كان ليه عذره في النقطه دي ان هو مش ظهير دفاعي. طبعا هو أرهق. تعال نشوف هنا هم بيعملوا اوفر لود، وبعدين بتتنقل الكوره تاني الناحيه ده بقى دي الصعوبه اللي كانت في الاول بالظبط. بص هنا بص هنا عمر مرموش طلع خرج بره اللعبه لانه احنا كان يعني كان خارج بره التمركز بتاعه، وصلت الكوره هنا لنجملو، وصلت بعد كده لتوكو اوكامبي، الكوره دي هنا تفوق فيها على فتوح بالمناسبه، وبعدين كوره ما درت على خير. عندهم دايما بقى اظن هي دي الكوره كنت بكلمك عنها بتاعت بكاري جسامي. فتوح التاكلين كان اختيار غلط، واللعيب ده لو عنده لحظه وقف كان لابس فتوح بنالتي مظبوط، اللي هو ما راحش لعب عرضيه وقف، فكان الاصطدام هيبقى اكيد مظبوط. هو اللي حاول يلعب الكوره بالظبط وكمل وجرى هو كان يقف عشان يعمل الاصطدام. بس لو انا شايف ان لو في حكم متربص كان ممكن يحاول ينقر فيها شويه. لا ده هو متربص، هي مش بينالتي، مش بينالتي، بس انا عارف انت يعني لما بنتكلم على الحكم بالشكل ده. يلا خش على اللي بعده برضه، هنا نفس القصه الكاميرون كلها لقطات في الشوط الاول اغلب الوقت في اللي هي الفتره اللي كانت الكاميرون لنا السؤال الصعب. بالمناسبه بعد مع مضي الوقت في الشوط الاول بدل السوليه مع النني، السوليه بقى هو اللي في النص، النني بقى هو في النص والسوليه بقى على الطرف، والسوليه لانه بدنيا ما كانش افضل شيء برضه، احنا مستمرين يعني مع اللقطات على الاطراف، السوليه كان التغيير. ما هو ده انا بقوله، انا برضه قعدت اسال نفسي ليه السوليه بقى بين الشوطين. ايوه كيروش فجاه تكتشف ان فعلا كان عنده حق في اخراج السولية. الكره دي بالمناسبه اتلعبت برضه عرضيه تحسب قوي لابو جبل على فكره، طبعا لان هو عبد المنعم في احدى الزلات البسيطه اللي هرب منه فينستون ووكر كان واضح جدا وابو جبل داخل في الكوره وعارف انه هيصطدم بفينسنت ابو باب، يعني هو عارف عارف ان الموضوع صعب وهو تحسب قوي لابو جبل. ابو جبل على فكره من الناس اللي قلبها ميت، تحيه كبيره ليه والله بجد. لا لا لاعب هو شخصيه قويه يعني مهما اتكلمنا هو لا شايل
مظبوط فعلا. ابو جبل كان رائع جدا، كان جبل. شفنا هنا السوليه ما قال مع النني، فالسوليه ما كانش حاضر بدنيا عشان يساند عمر كمال، عشان كده كان تغييره منطقي لحد ما بص هنا بقى الانسجام ما بين لعيبه الكاميرا على طول، الحاجات الكلاسيكيات بقى باك وجناح ويطير الجناح ويطير الباك وهكذا، فالكاميرا كانت مميزه جدا على الاطراف في منطقه العرضيات، عشان كده خلقت عرضيات كتيره بمعنى اصح على طنطا بالظبط. يعني احنا ممكن نقول ان خطوره الكاميرا في الشوط الاول كان ضيق، بس احنا قدرنا زي ما قلنا نكيروش واللاعبين نجحوا تماما في الشوط الثاني في احتواء فريق الكاميرون وتقليل الخطوره. يعني احنا زي ما نهينا الماتش، احنا نهينا الماتش بفرصه، ولكن ده تحسب لمنتخب مصر تماما. بس هي عدم الفعاليه الهجوميه بترجع لنا تاني شويه كده. في خلينا نجاوب بقى السؤال، هو مصطفى محمد اداؤه في البطوله كلها ما سجلش لغايه دلوقتي، رغم هو مصطفى بيتم استخدامه لصالح الفريق، بس في نقطه يعني انا بتكلم فيها، انت فرد يا مصطفى مهما كان التضحيات الدفاعيه اللي انت بتقوم بيها والنقط دي، ولكن في كور بتجيلك برضه لا سجل. يعني بالزبط. على قد الجهد المشكور اللي انت بتعمله بالضغط على الارتكاز والضغط على اللاعبين والكلام ده كله، ومجهود دفاعي بتقوم بيه مع عمر مرموش وكذا لصالح الفريق ككل ولصالح ان محمد صلاح يبقى هجوميا ورايتنا الرابحه وكل ده، بس في حاجات بتجيلك يا مصطفى تقدر تخلص بيها. هي دي من الحاجات اللي تحسب ليه، دي خريطه لمسات مصطفى فيها تنوع وفيها كتير جدا في نصنا الدفاعي، ده يحسب مليون المية لمصطفى محمد. مصطفى محمد عامل بطوله كتضحيه وكمجهود بدني يحسب ليه تماما. احنا بس كل كلامنا لمصطفى ان مع مجهودك الدفاعي ده والجهد العظيم انت بتقوم بيه بتجيلك حاجات لو انت مصطفى هتسجل او هتصنع لزمايلك. بالظبط، وملهاش اي علاقه بمساهماتك الدفاعيه. بالظبط، يعني احنا عايزين ده وده. في ناس بتخلط مثلا لما كان الناس بتنتقد كريم بنزيما احيانا، فالناس كانت بتدافع تقول له يا عم ده بيساهم هجوميه بشكل كبير جدا، لا مصطفى محتاج يساهم هجوميه بشكل افضل عشان حتى تبرر له اللقطات دي. تعال نشوف مساهماته الدفاعيه الاول، لان هو كان فعلا بالظبط مميز جدا في الدراسات الدفاعيه فعلا، وفي كذا كوره هو اللي عمل هجمه مرتده لمصر. احنا عايزين نقول له انت عندك بقى حته ثانيه احسن كمان. بالظبط كده، بص هنا بيرجع بيشيل الكوره والكوره دي بترتد هجمه خطيره لمنتخب مصر، هو مصطفى محمد اللي رجع وجابها، شوف اللي بعده. وعلى فكره في مباراه المغرب ومباراه كوت ديفوار كان عامل دور تكتيكي ممتاز، بس احنا كل كلامنا ان مع ده يقدر كمان يبقى احسن. مين ده؟ مصطفى محمد برضه، فدي فميزه كويسه عنده. حساب له مليون المية. كل دي طبعا الكره اللي بصاها سندها صلاح بشكل كويس قوي، لكن ما تصرفناش فيها بافضل شيء، برضه مصطفى هو اللي خلق الكره دي بمساهمته الدفاعيه. تعال نشوف اللي بعده. هنا بقى الكره دي مصطفى محمد هجوميه، انا بقى على فكره مش بتكلم على التهديف قبل، لا ارجع اللقطه اللي فاتت، انا مش بتكلم على التهديف يا مصطفى، انا ممكن افهم يعني كريم بنزيما كنا بندافع عنه عشان هجوميا مساهماته عظيمه، فانا عايزك لو انت صلحت دي ممكن اعدي لك الكره اللي بعدها، بس الكره دي يا مصطفى على طول كانت تتلعب، لا انت هات الكره اللقطه اللي قبلها هتلاقي مصطفى كان المفترض ورا الباك. ايوه هنا بص بينيه خلاص صلاح راح جول، فما هي صعبه بس كان عنده اسهل من كده كمان وما لعبوش بافضل شكل. تعال نشوف اللقطه اللي بعدها، هنا برضو مصطفى فتحي مصطفى محمد عارف مصطفى تاني حلقه الموضوع صعب خالص بصراحه. بص هنا تدخل رجولي جدا نخسر لعيبه كتير يعني. مصطفى محمد والله كنت على مصطفى فتحي برضه، بس الكره خرجت برضه الكره مرتدات، المرتدات دي كلها مصطفى محمد مش مساهم فيها هجوميا، مساهم فيها دفاعيا. اللي انا عايز اقوله برضه ان احنا بنقوله تاني واللي انا بقوله عطاء، مع مساهمتك الدفاعيه الممتازه اللي احنا بنحييك عليها ودورك التكتيكي وكل الكلام ده، لازم بس انت تقدر بقى وانت بتعمل ده تزود كمان دورك الهجومي اللي انت بتعرف تعمله. بالظبط، انت وصلت خلاص للجون، تعالى بس شوف الكره الاخيره اهو اللي هي الفرصه بتاعت مصطفى محمد، التمريره كانت ممتازه من حمدي فتحي، اتحرك بشكل كويس وما كانش اوفسايد، خليفه مصيرنا اوفسايد وهو ما كانش اوفسايد. شفتها في اول لقطه كده، روح يا اخي حط جون يا اخي، ده انت هداف يعني. او يديها بدري تريزيجيه ما استناش كده. فدي الحكايه يعني. في لعيب في الكاميرون بقى كان عاجبك وكنت بتقول ان عمل دور كويس في المسانده اللي هو كولينز فاي، احنا كنا بنتكلم على كولينز فاي، وفي انجيسا كمان طبعا. انجيسا هو لاعب نابولي كان بيلعب في ريال قبل كده، لاعب خط وسط ممتاز. انا اتمنى بس ان احنا دي القطعه اللي انت تنقص مصر، تنقص مصر منتخب خط وسط مصر بيقدم دور دفاعي جيد جدا، محتاجين الدور الهجومي ده هيفرق جدا معانا ومش هيقلل من دورك الدفاعي، لان انت في اوقات كتيره بنبقى احنا خلاص مستحوذين، ولو خساره واحد بس في الهجوم هتبقى الامور دفاعيه برده مش هتتاثر كتير. تعال نشوف انجيسا بيعمل بالزبط. ايه هنا انجيسا بيعمل ايه، الراجل بيساهم بيعمل اوفرلود على الجبهه دي، ده راجل خط نص مش جبهه يعني مش باك ولا جناح، باصه وقام رايح على الطرف ولعب الكره طويله، لعب كره عرضيه اسف. البحث عن الشكل المثالي لمنتخب مصر، الشبكه اللي عملت الدفاع الممتازه دي يبقى معاها كمان بقى شكل. هو لعب العرضيه، هو سحب اصلا النني بره اللعبه لانه خده معايا بره، فلما اتلعبت الكره اتسند
وكولينز فاي شاط كوره تسديده لكن امسك بيها ابو جبل. انا بتكلم في كده، انا عايز بس لعيب خط النص في مصر الثلاثي. اوكي دفاعيا ممتازين بس محتاجين حد يدينا حاجه اكتر من كده. يعني عمرو السوليه عمل الجون بتاع غيني بيساو ووقفنا على كده. محتاجين المساهمه الهجوميه دي يا جماعه، احيانا بتبقى مفتقده الى حد كبير. قبل ما ننهي فقرتنا في عندي انا بقى يعني ايه ملاحظه كده خاصه بلاعب نادي الزمالك امام عاشور. انا من الناس اللي بحب امام جدا، وفي المباراة دي إمام أظهر شخصية متميزة جدا جدا جدا. الولد نازل في أجواء صعبة، أول مباراة لعبها في البطولة. إمام بسبب كورونا ما لعبش كأس العرب، يعني ما خاطش كتير مع كيروش، ورغم كده نزل في مركز باك يمين. رغم إمام بقاله يعني لعب في الباك اليمين دي فترات قليلة جدا في الزمالك، أغلب فترة لعبه مع الزمالك بيلعبوا في الوسط المساند والكلام ده، وعسى إن هو يكون يعني نجد فيه مستقبلا كيروش مع التطوير المساندة اللي انت بتتكلم فيها، لان هو لعيب عنده كورة كتير جدا طبعا. ولكن لما نزل في الباك اليمين رغم فترة لعبه الصغيرة استخلص عدد كبير من الكرات، يعني امام كان كويس. يعني احنا هنبص هنا ده جدول الاستخلاصات. في تحية لمحمد عبد المنعم، تحية كبيرة برضه، لعيب صغير في السن ومتماسك ويعتبر اكثر لاعبي مصر استخلاصا مع ابو الفتوح، مع حمدي فتحي، مع محمود حمدي. امام اللي نزل في الدقيقة 80 دي تحسب له، وهنا 1 2 3 4 5 خمسة، يعني هو خامس لاعب في منتخب مصر وبفرق مش كبير عن الرقم. خامس لاعب في منتخب مصر في ايه؟ قول للناس. في الاستخلاص. ايوه استخلاص بنتكلم هنا في الاستخلاص كتوتال. ايوه ومنهم حاجات يعني تحسب جدا لامام عاشور، ان هو نازل في توقيت متاخر من المباراه ونازل على رجله ونازل كويس بدنيا وفنيا، ما خافش مش مرعوش. فيهم كوره على فكره عامل تاكلينج، كانت كوره مرتده خطر جدا للكاميرون، وهو عامل تاكلينج جميل جدا ومميز جدا. وعمل اتنين تاكل وفي سبعه اللي هي البولك ريكفر دي، اللي هو ايه فايق الكوره بتبعد عن لاعب الكاميرون يروح يجيبها يعني بالزبط. او يحصل احتكاك ما بيني وبين لاعب مصر، دايما فايق حاضر في الكور وقريب من الكوره بشكل كبير. فتحيه هنا من قناه نادي الزمالك لامام عاشور ابن نادي الزمالك، اللي اتمنى له مزيد من التوفيق، وتجربه مهمه جدا ليه زي ما هي تجربه كلها لكل زمايله. نقفل بقى على ماتش الكاميرون عشان احنا دلوقتي اتكلم على امام، خلينا بقى نروح للسنغال ونشوف امام عاشور ده هيلعبه باك يمين ويلعب على ماني، يعتبر اول ماتش كامل يبداه في حياته على ماني، لان في طبعا غياب لعمر كمال عبد الواحد. فخلينا نروح للمهم الفاينل، ننهي بقى فقرتنا الفنيه واستنونا في فن وهندسه واوراق مباراه السنغال في فن وهندسه. ورجعنا لكم مع فن وهندسه، والفقره هنناقش فيها خصم منتخب مصر القادم منتخب السنغال، المباراه النهائيه اللي ان شاء الله باذن الله مصر تتوج فيها باللقب الثامن اللي انتظرناه من سنه 2010. مش مده كبيره قياسا لمنتخبات افريقيه كتير، لكن على مصر كتير. مصر سبع القاب ان شاء الله تضيف لرصيدها اللقب الثامن، لكن هيكون قصادها خصم مش سهل ابدا، منافس قوي. منتخب السنغال مصنف الاول افريقيا، مصنف واحد او الجزائر مصنف اول؟ لا السنغال. السنغال صح، السنغال احنا السادس والسنغال رقم واحد. احنا بقينا الرابع بيقول لك دلوقتي بعد بعد ما تحدث التصنيف الحمد لله، وان شاء الله برضو من نجاحات اكتر باذن الله ونستفيد بالتصنيف بشكل افضل من كده، بدل ما احنا حاطين نفسنا في موقف نلعب في السنغال من جديد. لكن ان شاء الله باذن الله نتوج باللقب اللي هنناقش فيه التاريخ الاول لمواجهات مصر، المواجهات بقى الكعب العالي. احنا كان يعني كانت نظريه الكعب العالي وانت بتلعب المغرب، نظريه الكعب العالي وانت بتلعب الكاميرون، نظريه الكعب وانت بتلعب كوت ديفوار. في مواجهات مصر والسنغال في تكافؤ. نشوف دلوقتي الارقام، تاريخ مصر والسنغال في تكافؤ. خمس يعني احنا لعبنا السنغال 12 11 لقاء، خمس انتصارات لمصر في التوتال، اربعه للسنغال، اثنين تعادل. يعني يعتبر ده تكافؤ. احنا بنتكلم في مباراه واحده فارق طبعا. وحتى في بطوله افريقيا اثنين فوز لمصر واثنين فوز للسنغال. طبعا اشهر فوز ممكن للسنغال اعتقد انا اللي هو كان بطوله 86، اول مواجهه بين الفريقين، افتتاح اول مواجهه وصدمه الافتتاح. كان مش اول مواجهه في البطوله، اول مواجهه بين الفريقين كمان. وصدمه الافتتاح بقى اللي هو كل مصر فاكراها، الجون الشهير وخسرنا وخدنا البطوله. بعد كده تعددت المواجهات، والسنغال من الفرق القليله اللي كسبت مصر على ارضها في لقاءات رسميه. يعني مصر في استاد القاهره ده ما بتخسرش، ليه هيبه. لكن السنغال قدرت تكسب مصر في القاهره، منهم طبعا المواجهه الشهيره قوي بتاعه كابتن شوقي غريب اللي قال لهم انا عملت لكم اللي انتم عايزينه. قال له هو فضل خسر من تونس رايح، وفضل من السنغال رايح، وخسر من تونس جاي. يعني بيفاجئ لاعب السنغال قال لهم انا عملت لكم اللي انتم عايزينه. يعني كوكيكا اللي بتحبوه
لا يعني كل احترام كابتن شاوي، لكن فعلا برضو يعني لا بس هو ما ينفعش المدرب بيلبس كابتن شوقي غريب. لا غير دي كمان كابتن شوقي، محمد عبد المنعم انا بتكلم، بس محمد عبد المنعم فين يعني؟ حضرتك انت في المنتخب الاولمبي نقيت وبصيت ولفيت ورحت وجيت واخترت، محمد عبد المنعم ما جاش في عينك كده يعني؟ ما انت رحت انت بتلعب الدوري الاولمبي مين قلب دفاع؟ يعني خسرنا عليك محمد عبد المنعم. فلا فعلا كانت غريبه، لكن كل حاجه بتحصل لا المفروض يكون في نظره افضل من كده. لكن اكيد يعني ممكن حاجه اي خطا للمدرب ممكن عليه غير ان هو عملت لكم اللي انتوا عايزينه. اه انا لعبت باللي انتوا عايزينه. لا انت تلعب اللي انت عايزه عشان تتحمل مسؤوليه هذا الامر في النهايه. عموما يا خليفه، مصر لو فازت باللقب هتكون اول منتخب يخسر مباراه افتتاحيه زي ما اتكلمنا عن الموضوع ده، ويفوز باللقب من سنه 86. يعني هي منذ سنه 86 ما فيش منتخب قبل كده خسر المباراة الأولى إلا منتخب الكاميرون في 84. يعني 84 الكاميرون عملتها هتكرر رقمها يعني بمعنى أصح. الكاميرون عملتها في 84 بالظبط، بعد كده رجعت مصر عملتها في 86، وبعد كده الموضوع ده انتهى من أفريقيا. هل مصر قادرة إنها تعيده لأفريقيا بعد 36 سنة؟ فده نتمنى إن شاء الله. في بقى فالين. فكرة إيه السنغال؟ ده ثالث فاينل للسنغال، عندنا فالين هنا. الفال الأول إن هو الثاني، هو ثاني نهائي للسنغال على التوالي. وفي نفس الوقت الثالث فاين. الفرق اللي في ثالث مره، ثالث محاوله دي صابت مع الفرق، صابت مع نيجيريا وصابت مع تونس. ولكن فكره ان الفرقه تلعب فاينالين ورا بعض وتخسرهم حصلت برضو، حصلت من نيجيريا وحصلت من غانا. فنتمنى ان احنا ناخد فال الفرق اللي بتخسر اتنين فاينال ورا بعض، ويكون نصيب السنغال زي ما خسرت فاينال 2019 تخسر فاينال 2022. و خلينا في الفال ده. خلينا في الفال ده. خلي بالك انت كان ساديو ماني كان متوقع ان مصر والسنغال يتواجهوا في الفاينل، وتوقع 1-0، وغير ما ان هنري كامارا اتمنى ان مصر تلعب السنغال في التصفيات كاس العالم، واحنا لعبنا قبل كده السنغال في التصفيات كاس العالم سنه 2002، وكانت هي مفاجاه البطوله، لان احنا كنا متوقعين ان المغرب والجزائر هم يكونوا منافسينا اذا بالسنغال تعودوا من بعيد يعني، وتعود خاصه لو تفتكر احنا تعادلنا معاها على ارضها وكنا زعلانين قوي يعني، رغم ان انت لما تتعادل مع منافس مباشر ليك كانت الامور تخرب. احنا عارفين ساعتها ان هو المنافس المباشر بالظبط، وما قدرناش ننتقل لنفسنا. خدنا منهم 4 بونت، دي حقيقة. خدنا بونت واحد في التصفيات بس هم اللي صعب. اما المغرب هي اللي عملت لنا مشاكل كالعاده يعني في التصفيات، لكن ما رجعناش وانتقمنا في كاس امم افريقيا 2002 لان اتغلبنا تاني بهدف لامين دياتا بالكره الراسيه اللي فاكر لو حضري لما رد الكره واتلعبت في ظهره، والسنغال كملت المشوار لغايه السيمي فاينل. فالمواجهات بيننا وبينهم دايما سجال يا خليفه. بالظبط، ما هي ما ده تقل الموضوع، ما فيش كعب عالي، ما انا بقولت لك في تفوق، وفي وهو الجيل كمان الحالي اللي موجود في السنغال على الورق اقوى من يعني لو بنبص على الورق هي مهمه صعبه جدا لصلاح ورفاقه. يعني انا صحيح كانت توقعاتنا في البدايه ان مصر ما كانتش متفائله بعد دوري المجموعات، بس انا برضو في مواجهه السنغال خايف الصراحه. في افضليه للسنغال في الراحه، يوم الراحه هيفرق، الحاله البدنيه لمصر متراجعه شويه. بشوف برضو اسماء السنغال، هو المدرب انا بشوفه بس مش احسن حاجه، وهو عنده استقرار في الفريق سيسي وكل حاجه وكده، ولكن هو مش افضل يعني حاجه ممكن للجيل ده اللي موجود في السنغال. الجيل ده ممكن يكون افضل ويقدم كره افضل من كده. عارف انا دايما بشبه الموضوع ده بمارك فيلموتس كمدرب بلجيكا. نفس بلجيكا لما استلم مارك فيلموتس يعني هدر سنين مهمه جدا في تاريخ بلجيكا، وهو طبعا مدرب الرجاء، طبعا الرجاء ولا الوداد مش متذكر، الرجاء اعتقد كده. واهدر اوقات لمجرد بس مدرب وطني والقصه دي. اليو سيسي مدرب كويس، لكن يعني الجيل الموجود في لعيبه في لعيبه، اللعيبه دي تستحق مدرب هو افضل من كده. هو في هي هو على قد ما هو الفرقه برضو فيها مشكله شويه، احنا باللعيبه الفريق ده دفاعيا هو يعني دخل فيه جونين طول البطوله زي مصر، دي حقيقه يعني. احنا بتتكلم برضو اقوى دفاع يعني، هم اقوى كدفاعيا يعني، احنا بنتعرض لفرص اكثر من الفرص تعرض لها السنغال. انا عموما شفت السنغال بشكل عام يعني الفرق اللي هديتها شويه، زيمبابوي في المباراه الاولى كانت فرقه جريئه عليها، ممكن غنيه الى حد ما يعني. بقيه المنتخبات طبعا كان في بعض المقاومه زي بوركينا فاسو او غينيا استوائيه في بعض اللقطات، لكن دايما كانت تواجه اكتساح هجومي يعني. ده كان بس مجرد بعض انكشاف الدفاع السنغالي الى حد ما، لانه كان بيكتسح هجوميا في اوقات من المباراه وكان بيخلص على منافسه بشكل كبير. لكن هم خليفه برضو عندهم ميزتين، اولا طبعا الموضوع اللي انت اتكلمت عنه الراحه والاوقات الاضافيه المستمره لمصر،
وكمان لعبوا منافسين اقل بالزبط. قوه انت خدت فريق صعب قوي. انت مش انت مش مجرد بتقعد ال 90 دقيقه. لو احنا حتى لعبنا 90 دقيقه انت في فرق 90 دقيقه عن 90 دقيقه تفرق. في 90 دقيقه انت بتلعب كده 30 دقيقه جامدين يعني والباقي بتريح بعد ما تبقى في مستويه غير كاميرون في مغرب في سنغال كاميرون في مغرب في كوت ديفوار اكيد غير كاف فيردي بغين اللي استوى مع احترامنا وحتى بوركينا فاسو برده مش بتقل الكاميرون والمغرب. احنا بنتكلم يعني لا في فرق في المشوار في فرق في الارهاق في فرق كمان في كواليتي اللعيبه شويه يعني السنغال فيها كواليتي لعيبه انا بشوف افضل شويه من مصر واتقل فهمه يعني لو الناس هتاخدها مواجهه فرديه بين ساديو ماني ومحمد صلاح لا هي مواجهه مش متكافئه محمد صلاح مع سلاح اضعف شويه لكن انت سلاحك الجماعيه بقى سلاحك التماسك الدفاعي سلاحك ان انت بتلعب شبكه الانكوبيتيه والمدرب اعتقد وكيل هو كل ده على عن طريق المدرب مفيش كلام يعني لكن خلينا نشوف شغل المدرب الاخر لو قال لي الحاجه اللي نخاف منها مثلا اولا السنغال عندهم اطوال فارعه دي برضو بتفرق يعني بالزبط. احنا انا حتى يعني اهم مدافع لينا في الكوره الطويله كاميرون من الدول المتميزه في كره السله بسبب الاطوال ونفتكر طبعا طيب الذكر لامينا وسوري لاعبي الزمالك المحترفين من السنغال فالسنغال من مدارس افريقيا المتقدمه في كره السله بسبب يعني الشعب نفسه السنغالي شعب طويل يعني الاطوال المتوسط الاطوال عالي بالظبط احنا عانينا شويه قدام الكاميرا في موضوع الاطوال ده والكرات العرضيه لكن السنغال بقى عندهم تكتيك شويه في الكره الثابته مش مجرد اطوله خلاص لا ده هو دايما كتير جدا الكره بتتلعب لمين لعبده ديالو هتلاقي ان عبده ديالو هو دايما اللاعب بتلعب الكره ناحيته بعد كده يحلها الحلال بقى زي ما بيقولوا طبعا فعبده ديالو من اللاعبين اللي احنا محتاجين نراقبهم بشكل مهم انا بالمناسبه عندي تحفظ في حاجه خريف ليه حمدي فتحي اللي هو مش من اطول اللاعبين هو اللي بيراقب اطول لاعب في منتخب المنافس الا اخر مره كان الونش خلي بالك برضه اقول لك هو حمدي فتحي بيلعب بدماغه كويس بس هو بيلعب بدماغه كويس هجوميه لان هو بيوجه كويس على فكره حمدي ليه جوان في الدوري المصري بضربات هيد ان هو بيوجه كويس في الدفاعي انت مش محتاج اللعيب اللي بيوجه وبيركب الكوره قد ما انت محتاج اللعيب اللي يقدر يوصل للكوره بالظبط يعني انا عندي الونش عندي مصطفى محمد كان حجازي موجود كنت تلاقي حمدي فتحي طب ما حمدي فتحي برضه في النهايه مش هيجيب كل كوره في كوره حتى في مباراه كوت ديفوار كانت هنتاذي منها زي ما بيقولوا كده لكن تعالى نرجع بيلعب الكوره الاولى والثانيه ساعات بتتلعب عشانه طبعا ما هو عبد ديالا اصلا كمان هو اللي سجل في مرمى بوركينا فاسو هدف فك الاشتباك اللي هو اللي معانا دلوقتي الهدف ده اللي هو تابع الكره الثانيه ولازم احنا نركز ان هنا عبد ديالا يا خليفه خد وقته قبل ما يسدد فاللاعب ده لازم نراقبه لازم نراقبه مش مجرد بس تلعب الكوره لا حتى رقيبه لازم يكمل معاه في الكوره الثانيه خصوصا انت كان عندك ملحوظه في ماتش الكاميرون كنت بتتكلم فيها كان الوقت ما سمحش على رضا اللي هي ان ما كناش كويسين قوي في الضربات الركنيه فعايزين تحسن في الحته دي دي حقيقه يعني محتاجين تحسن في النقطه دي في الرقابه الفرديه يعني الوينش مثلا المدافع رقم 5 اكتر مره يهرب من حتى الكره اللي هي اتلعبت جت في العارضه الوينش سايب مسافه كبيره قوي بينه عشان يرتقي قدامه طب ما هو اصلا هو طويل زيك وارتقائه قوي زيك فلما ياخد سرعته تبقى مشكله الونش تاني مره راقبه لكن فينسون ابو بكر قدر ان هو يعمل سكرين زي الباسكت كده بالزبط. فالقصص دي التاكتكس واللقطات دي انا واثق ان هم هيراجعوها في الفيديو عشان خاطر نتلافى السلبيات دي في نقطه بقى لازم نتكلم فيها شويه احنا عندنا غياب لعمر كمال عبد الواحد واحنا بنلعب ضد لعيب من اخطر لعيبه افريقيا ساديو ماني في حاجه في ساديو ماني ان هو مش بيلتزم قوي بالخط لا الراجل بيخش جوه كتير ففي المساحه دي اللي بقى واخدين بالنا منها قوي لان السؤال هيبقى صعب سواء على امام او سواء على زيزو او ايا اختيار المدير الفني انا هسالك حتى لو انت المدير الفني تعمل ايه ان ساديو ماني مش بيلتزم بالخط بيخش جوه كتير فالموضوع محتاج فعلا الشبكه اللي هو لعيب رقم 8 اللي هيلعب ناحيه اليمين مع الباك اليمين يبقوا مركزين جدا علشان المساحات كلها تبقى مقفوله قدام ساديو ماني في الحته دي لان الحته دي من اكتر المناطق اللي منتخب السنغال بيصنع منها خطورته هو الموضوع بصراحه صعب يعني لو انت بقى المدير الفني قدامك الاختيارات بين امام اللي هو خطر جدا يعني انه يلعب في ماتش تقيل زي ده وعلى لعيب خطر زي ساديو ماني ولا زيزو برضو اللي عنده ميول هجوميه واضحه ولا انت تختار اختيار تاني خالص يعني ايه عايزين نفكر في الحته دي ناحيه اليمين هو الموضوع محير لكن يعني لو خيرت ما بين امام عاشور وزيزو هختار امام عاشور ليه؟ اولا احنا ثبت يعني ان كيروش واضح جدا انه بياخد مباريات على فترات الراجل ده بيحاول ان هو بدنيا الخط الوسط يشيل
حمل جبال يعني بدنيا قبل ما يبدا ينزل لنا لاعبين قادرين ان هم يستغلوا المساحات في ظهر الدفاعات ومثل هذه الامور اللي هي بتنكشف المساحات بسبب نقص اللياقه البدنيه احيانا او اندفاع المنافس. فلعيبه زي تريزيجيه او لعيبه زي زيزو دي لعيبه انت محتاجها في بعض الاحيان في لحظه او او رمضان صبحي اللعيبه دي في الشوط الثاني ممكن في وقت اضافي ممكن يضيفوا لك. امام عاشور دفاعيا افضل من زيزو في التدخلات الدفاعيه وده شيء كويس. زيزو لو هو التزم دفاعيا ممكن يبقى اختيار، لكن يعني برضه هو ممكن غصب عنه ان هو ما لعبش باك يمين كتير، امام عاشور اللي ما لعبش باك يمين كتير برضه، بس هو خلاص بدا، يعني هو لعب المباراه لعب يعني بدا يلعب باك يمين في المباراه الماضيه، اعتقد ممكن يكون اختيار، وفي اختيار تاني بس انا لا اميل ليه تماما، هو ايمن اشرف يلعب ويكون جنبه الونش وعلى ينتقل محمد عبد المنعم. بس محمد عبد المنعم لما لعب باك يمين كان محمد بن بطول استغنى عن قلب الدفاع اللي كان لعب باك يمين ما كانش كويس كمان، يعني انت عارف لو لعب في باك يمين في ماتش نيجيريا وظهر بشكل كويس هبتدي اختار. ولا كانت البدايات يعني كانت مش عارف الصراحه، بس هو يعني انا ما اقنعنيش كباك يمين، اقنعني جدا كمساك يعتبر من نجوم البطوله كمان، ولكن لما لعب باك يمين في ماتش نيجيريا ما كانش مقنع. فانا قصدي يعني هضحي باللاعب من نجوم البطوله في مركز المساك عشان العبه باك يمين مش مقنع، انا مش مع الاختيار ده. يعني انا مش عارف، هو موضوع محير بصراحه. بس في بالمناسبه نقطه، يعني احنا بنتكلم عن ساديو ماني في هجوميا او على الاطراف في السنغال، لكن برضو السنغال ممكن تتضرب من ناحيه السؤال دكات. احنا بنخاف من ايه ونسجل ازاي؟ باك يمين وباك شمال عندهم ساليوسيس وبونصار، يعني ساليوسيس شمال وبونصار يمين، اللعيبه دي ممكن يتلعب في ظهرها الى حد ما. واللعيبه اللي انا كلمتك عنها العينه بتاعت زيزو وتريزيجيه ورمضان صبحي دي ممكن جدا نستفيد منها، او محمد صلاح طبعا. ده حصل، خلينا نشوف كده بصور كده تعرض لنا ازاي الفرق اللي بتلعب السنغال بتستفاد من المساحه اللي بتبقى ورا الظهير الايسر اللي هو بيساند. طب خلي بالك بقى في النقطه ده احنا عندنا في الحته دي محمد صلاح طبعا، بس يعني ده اكيد هيستدعي ان السنغال تبقى مركزه برضه في الحته دي، مش حاسين مساحات. عشان كده برضه ممكن محمد صلاح يبقى طعم، محمد صلاح بيدخل في العمق يبقى لاعب اخر، ممكن امام عاشور او زيزو ممكن زيزو لو بدا من وجد صلاح ومنين كمان بيلعبوا في هيبقى في نفس المنطقه. بس هنا برضه هنا غينيا استغلت المنطقه دي، ده ناحيه الشمال وده ناحيه اليمين، فهم في نفس الجبهه يعني هو خط نار كده، هيبقى ايه المواجهه مشتعله بالذات. يبقى لو مصر لعبت الشمال الشوط الاول والسنغال يمين يبقوا قريبين من الكاميرا شات اضرب يعني، فاهم؟ جهاز فني وكل حاجه الاحداث كلها بتحصل في الناحيه اللي قريبه مننا فعلا. هي مواجهه ثقيله جدا، نتمنى التوفيق فيها لمنتخب مصر في المباراه النهائيه اللي هتكون يوم الاحد، نتمنى كل لحد الساعه 9، نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. تشكيله السنغال تقيله طبعا، اسماء في فرق تخض يعني تحب حتى مثلا واحد زي كاليدي كوليبالي، احنا كنا بنتكلم على عبد ديالا، ده في كاليدي كوليبالي برضه حاجه عظيمه جدا. فالسنغال عندها ادريس اجانا طبعا جاي، السار ده الاحتياطي بتاعهم اللي بينزلوه، لا يعني لا انت فاهم، نجم الدوري الانجليزي بينزل بديل ده بالظبط. هم افتقدوا اكتر من لاعب، فهم عندهم لاعبين كبار لكن برضه هم ما زالوا مش في القمه، يعني هم لم يقدموا بطوله في القمه، وده شيء برضه بيبقى كويس مش وحش. يعني احنا لما لاعب منتخب مش افضل شيء، افضل من انت تلعب منتخب اون فاير يعني دي حاجه برضو مش عايزين. احنا بنشكر في السنغال، عايزين نقول ان هم ما قدموش بطوله افضل مننا كتير ولا حاجه، يعني رغم ان هم بيسجلوا اكتر مننا وكل هذه الامور، بالعكس احنا قدمنا مواجهات كبيره امام فرق كبيره، وده شيء برضو يحسب. ساعات على فكره الفريق اللي بيبقى وصل للفاينل عن الطريق الصعب بيبقى تم اعداده من جوه البطوله طبعا، مواجهات صعبه دي حقيقة. يعني في ساعات في الاحيان دي نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. بس تعالى بقى نشوف جمهورنا، احنا سالنا سؤال، ايهما اكثر اهميه، الفوز بكاس الامم الافريقيه ولا الوصول لنهائيات كاس العالم في قطر 2022؟ طبعا طبعا الاجابه كله مهم. انت متوقع ايه؟ انا متوقع ان الجمهور هيختار نهائيات كاس العالم. السبب عندي في التوقع ده، انا مش مع الراي ده، بس هو عموما الشوق للوصول لكاس العالم اللي مصر بتغيب عنه كتير، ان الجمهور بيميل ليه. تعال نشوف اراء عينه، هنشوف عينه ومفيش استفتاء قد ما هي عينه. الفوز بكاس الامم الافريقيه حتى توسع الفارق مع اقرب منافسيك الكاميرون، وانا اكره التمثيل المشارك في كاس العالم. عبد الرحمن معاك عبد الرحمن صوفي. عبد الرحمن صوفي نبص على اللي بعده، مجدي عبد الغني صادقنا، الفوز ببطوله امم افريقيه اهم مليون مره من التمثيل المشرف في كاس العالم طالما مفيش جايزه منتخب القرن، وتحيه على جواز النقط. خش على اللي بعده، احمد ناصف 14 الرقم التاريخي لنادي الزمالك، بصراحه كاس الامم الافريقيه عندنا منه كتير، اما كاس العالم فمش بنروحه الا قليل. يعني عايز يقول كاس العالم اهم كتير. بص احنا هنروح كتير لان التصفيق ده سبب بقى، احنا هناخد الرايين. انا مع مدرسه الفوز بكاس الامم، الجاي كاس العالم هنروحه كتير. هو
هيبوظوا كاس العالم، ويبقى 48 فرقه وهتلاقي مش عارف كام فرقه من افريقيا، يعني دي اخر تصفيات صعبه تقريبا. بعد كده هيبقى 9 فرق من افريقيا، فاكيد هتلاقي نفسك بتروح. انا بشوف حاجه، لو كان في جيل اتمنى انه يروح كاس العالم كان جيل 2010، مع احترامي لكل الجيل الحالي والقتال وكل النقطه، لان هو الجيل اللي كان هيخرجه من دايره دور مجموعات ولا هيكسب ماتش ولا هيجيب جون بالظبط. فالجيل الحالي على قد ما احنا بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، ولكن لو بتشوف نوعيه الكوره بتلعبها منتخب مصر هي مش هتكون كوره مبهره قوي، وما اعتقدش ان احنا هيظهر عندنا لعيبه خط نص بقى تنوع لعب والكلام من ده. احنا زي ما وصف كيروش الفريق كده، شبكه عنكبوتيه دفاعيه كويسه قوي والكلام ده كله، الشبكه دي ممكن تاهلنا الفوز بكاس الامم. وما يعني في كاس، يعني كاس العالم لو تخيلت كده منتخب مصر مش هتحس قوي انه هيروح بعيد. طبعا نتمنى المشاركه، وخصوصا ان هي في قطر وهيبقى لنا جمهور وكل الاحداث دي، ولكن لو يعني لو في ايدينا حاجه من الاثنين الاكثر اهميه، انا بشوف ان البطل بطل اسمك بطل، والبطل المره الثامنه وتتربع على عرش افريقيا والاهميه والزخم بتاع البطل والكاس ده عندي اكثر اهميه من الوصول. توجو وصلت ومش وكله بيتنسى يعني، الا لو كانت مشاركه مؤثره، المشاركه المؤثره دي كاميرون 90 حتى نيجيريا، حتى نيجيريا 94 رغم انه ما وصلتش بعيد، والجزائر في فرق بين انت ما وصلتش بعيد بس ترهق اللي قدامك، يعني الجزائر اكتر فريق ارهق المانيا. طبعا انت فاهم قصدي، حتى المغرب 86، حتى مشاركتنا في 90 كانت كويسه مش وحش. انا انما مشاركه زي 2018 دي انا ما احبهاش. فاهمك طبعا، نتمنى مشاركات زي السنغال 2002 او طبعا دور 90 طبعا المشاركات كانت عظيمه جدا. بص يا خليفه، انا حده الميل لناحيه كاس العالم، لو كنت سالتني نفس السؤال ده قبل 2018 كنت هقول لك قطعا كاس العالم، قطعا مفيش اي احتماليه، يعني 99% اقول لك كاس العالم. لكن الحده دي قلت شويه، يعني الحرمان راح، يعني 28 بالزبط. سنه من الغياب كسرنا الحده دي شويه، لكن انا ما زلت شويه اميل لكاس العالم بسبب طمعي في ان احنا نشارك بمشاركه كويسه. لو شاركنا مشاركه كويسه طبعا، ده انا هقول لك برده ما زلت مستمر في كاس العالم. ليه؟ كاس العالم بيعلم في العالم بقى، احنا اصلا ما زلنا ابطال افريقيا 7 مرات، ما زلنا يعني المنافس بتاعنا ما خدش، مش هقرب احنا الكاميرون بعدت. ايوه السنغال منتخب يعني مش 7-6، هتفضل 7 برده و5 هتستمر 7-5 وانت فزت عليهم، فخدت دقت طعم الموضوع، فظريف يعني حتى ما كسبوش البطوله على حسابك فيزود المراره عندك او شيء، ده برده دي نقطه. لكن كاس العالم من كاس العالم برضه، كاس العالم ليه طعمه، كاس العالم العالم كله بيحب. رحت روسيا وسافرت، الموضوع كان ليه لذه فعلا، فعلا ليه لذه كبيره. كتابك كله عن روسيا. لا كتابي كله عن انجلترا، شنطه وتاشيره. لا انا عايز اقول لك انه اللذه بتاعت وجود منتخب بلدك في كاس العالم دي لذه فعلا كبيره. بس لو تزامنت مع مشاركه زي الشركه الخارجوله بتاعت 2013 بلاها. تمام. لكن انا عندي امل ان رغم ان احنا المنتخب بتاع 2018 كامكانيات لاعبين اقل من المنتخب الحالي، فممكن المنتخب الحالي يبقى افضل حالا شويه. يعني لو فكرت هي منين دي؟ إيه؟ فنيا كلمني فيها، فنيا ايه اللي زاد ده؟ حتى صلاح يعني طبعا طبعا كانت حاله صلاح البدنيه في 2018 مش احسن حاجه، بس انا بتكلم صلاح يعني دلوقتي احسن حاجه، بس ايه الافراد دي؟ مثلا كان عبد الله السعيد دلوقتي تراجع، اللي انت شايفه كافراد في تحسن كبير ولا المدرب انت شايف ان كيروش احسن شويه من كوبر؟ لا يعني الدفاع ما قلش عن حاجه عن الدفاع اللي احنا كنا فيه في منتخب مصر. تمام. عندنا معاك. مهاجم اخيرا يعني، حتى مصطفى محمد مش بيقدم افضل شيء، لكن عندنا مهاجم. احنا كنا كوبر لما اتسال مين يبقى كنت اتمنى معاك اختار مصطفى. كانت الامور صعبه يعني فعلا، كان ما كانش عندنا مهاجم بصراحه، عشان من غير دون ذكر اسماء يعني، فده برده كان مؤثر علينا. احنا كمجموعه كنا حاليا متماسكين اكتر، يمكن مش هقول كمتماسكين اكتر، بس عندنا قدره لما بنحاول نهاجم بنهاجم، بنعمل خطوره اكبر من الفتره بتاعت كوبر، اللي انا طبعا يعني راجل عزيز عليا جدا، يعني راجل صنع افراح ليا. لكن في النهايه بشوف ان احنا ممكن نبقى نقول يعني، وعندنا جيل لسه جاي مبشر ممكن يعني موجود في كاس العالم، يعني جيل منتخب الاولمبي اللي فات ده ظهر منه عدد، لو نلاحظ عدد ظهر منه عدد كبير من اللاعبين في الفتره الماضيه، وده شيء كويس. يعني انت بتراهن على تطور عناصر زي فتوح قبل كاس العالم؟ زي فتوح، تريزيجيه يكون فورمه افضل، فتوح رمضان تريزيجيه حاليا على فكره رجع لك لسه من الاصابه، تريزيجيه طبعا ممكن يكون في فورمه ممكن يكون في فورمه افضل طبعا في لو وصلنا كاس عالم طبعا. صلاح
هو صلاح واتطور واتحسن كمان 2018 دلوقتي بقى من احسن ثلاث لعيبه في العالم. طبعا انت شايف ان منتخب مصر لو وصل كاس عالم ممكن يقدم، اعتقد ممكن يقدم نسخه افضل خاصه مع وجود الجماهير. ايه خط نصنا يمنعنا الصراحه. ما احنا ما كناش افضل كتير قوي في خط النص الفرق، اللي كان عبد الله سعيد كان فارق شويه، لكن بشكل عام احنا نتمنى كل الخير يعني، ونتمنى نبقى طماعين وناخد البطولتين او ناخد بطوله امم افريقيا كده تصفيات كاس العالم. ما مشيتش زي ما احنا بنتمنى التمنيه يعني، مثلا في عارف 84 هوب الجزائر صعدنا على حسابها اولمبيات، راحت مطلعانا من افريقيا 84. المغرب المغرب صعدت على حسابنا كاس عالم، رحنا احنا رايحين مطلعينها من كاس الامم. برضه مشت في كذا بطوله بنفس الطريقه، 98 90 وصلنا على الجزائر، 90 وصلنا على الجزائر ورحنا كاس امم، رحنا في فريق تاني يعني ما بتمشيش قوي لكن على كل احنا مش مضطرين ناخد السؤال ده، احنا هنخش يوم احد ان شاء الله عشان نحاول نكسب البطوله، وباذن الله في مارس القادم نكون كمان موجودين في كاس العالم في قطر 2022. احنا يعني كل تمنيات التوفيق لمنتخب مصر باذن الله الفتره الجايه، والفتره اللي جايه كمان بقى بعوده الدوري الزمالك يكون موفق، وفي بطوله دوري ابطال افريقيا كمان هيكون ليها حديث في الفترات القادمه وفي الحلقات القادمه باذن الله. لكن الحلقه بتاعت النهارده خلصت للاسف، خلصت ال 90 دقيقه، لكن احنا عارفين دايما ان مصر والزمالك دايما موجودين معانا، لان الزمالك يملك العقل ويملأ القلب ويصدر الخيال. ونشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله.